عودة إلى متابعة فقرات أجندة اليوم. أكيد الخط فاتح على 01-491-702 وإلى فقرة جريدة اليوم. بجريدة اليوم أكيد رح نناقش كل ما يحصل، رح نقرأ عناوين الصحف وأيضا مواضيع بتهم كتار من اللي عم يتابعونا اليوم، مشان هيك الخط مفتوح لاتصالاتكم. بصيرني رحب بضيفنا عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. كيف الطريق؟ قديه صار لنا ناطرين نعمل حلقة بس يكون الجو هادئ. لك كيف صار مع الأسف. بأي ظروف مع الأسف بكل الأحوال هذا طريق. كيف كانت عم تقول ناتالي؟ طريق منيحة إلى حد ما، منيحة بين المزدوجين لأنه هلأ عرفت أنه قطعت طريق ترشيش كمان، يعني هذا المتنفس الوحيد اللي أنا قطعت قبل ما ينقطع. إن شاء الله خير. خلينا نبدأ مهندس بهالتغريدة اللي حطيتها واللي كتار من نواب التكتل وضعوا أكيد نفسهم يرفعوا السرية المصرفية. أنا أيضا تلبية لرغبة فخامة الرئيس العماد بشير عون، وتماشيا مع مبادئ التيار الوطني الحر وقرار هيئته السياسية وانسجاما مع قناعتي الشخصية، ستأقدم الاثنين يعني اليوم بكتاب رسمي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي بلبنان والخارج. اليوم كل النواب رح يقوموا بهالخطوة، كيف وليش ووين والتفاصيل معك. هلأ بعد ما نخلص من هون عنا اجتماع لكل النواب لحتى سوا نعلن هيدا الشيء، لأنه كلنا قررنا بتعرفي سبت وأحد ما في إمكانية للكل يتوفر لهم كتاب عدل. قررنا أنه اليوم كان معنا هالوقت هيدا لنجي اليوم نعلنها ونعلن عن سبب هيدي الخطوة بالآخر. مثلا أنا بفكر ليه ما عملتها من قبل، لأنه بعتبر أول شيء مني بموقع الاتهام. صحيح. بس طالما نحن عم نطالب الكل بإقرار القانون، القانون اللي ساعتها بيصور فعال أكتر موضوع رفع السرية. بس من هلأ لوقتها في بمحل معين بدنا نبين على القليل كرمال المنتمين لقلنا أو مناصرينا المصداقية والشفافية وكل اللي عم تحكوا. نعم، أنه إيه منبلش بأنفسنا، وهيدا تحدي منوضعه قدام الكل اللي له معنا شيء يجي هلأ دغري فيه ياخده. اللي عنده أي شبهة يتفضل يقدم دعوة، وهيدي كلنا نحن كل ما نملك مكشوف قدامه. نعم. هلأ ما بدي أحكي كتير بالشخصي، بعتقد اللي بيعرفوني أولاد منطقتي وأهل منطقتي بيعرفوا كل شيء، لأنه نحن مجتمع بيعرف بعضه. صحيح. مش اليوم مش اليوم صاروا يعرفوني بالشأن العام، بيعرفوني وقت كنت ولدت معهم بالحي بالمدرسة بالجامعة بالعمل، بيعرفوا الواحد تصرفه إذا مر بحياته كذب أو طعن حدا بظهره أو مد إيده على مال خاص قبل مال عام، إذا شي مرة أخذ كوميسيون، إذا ما كله مرة وحدة بالحياة بتلوثته سمعته كل الحياة، ولو غلطة وحدة تقدر تنزعله كل اسمه بقى. وبعتقد عم بحكي هيدا الشيء عني، وبعتقد زملائي اللي بعرفهم كمان عندهم نفس المواصفات بقى. مش نحنا اللي بتتوجه لنا هيدي الاتهامات. صحيح بعرف بده يتعاطى بالشأن العام، هو معرض، بس في حدود. اليوم الوقاحة تجاوزت كل حد. أنا بعترف أكيد عندنا، وهي الصرخة اللي طالعة محقة 100% حتى عم بستبق كل الأمور ومعهم حق، بس توجهوا مش للجاي قبل يحمل بصدره كل هيدي الأعباء لينقذ الوطن. نحن بوضع نحن عم نحمل عن الكل. هلا نحن شو دخلنا بصندوق المهجرين؟ شو دخلنا بسكلين؟ شو دخلنا بالسوق الحرة؟ شو دخلنا بكل هالجي الواقعين فيها؟ بس نحن من مسؤوليتنا نحن مبلا دخلنا بالإنقاذ. بس مش اللي بيجي بده يعمل إنقاذ بده يحملوه كل هيدا الوسخ، وهني كل اللي عامل هيدا الوسخ انه باخر تكي بيبرم ظهره. انا صرت من الصوار صار بريء. كل جهة سياسية كل فريق بيسحب حاله صايرة مثل شيء، والأكثر من هيك كل مبيض أموال كل تاجر مخدرات، حتى مش بس أحكي بالسياسي، كل مهرب محروقات
كل واحد عمل ثروته بالزعبرة وبالخداع وبالغش، صار اليوم بدق على طبل الثورة. كل متعهد ناهي بالبلد بده يعمل صار بالثورة، بيعتبرها من جهة نوع من حماية، ومن جهة يلا نقل البارودي. هلأ اليوم هيدي الدرجة، اليوم ترند هيدي يلا بنمشي بهيدي الثورة. عم بحكي هيدا الكلام لأنه يمكن هيك بمحل معين، بس راجع أنا أنه بفترة من الفترات كنا نحن بعدنا عم نداري من التهذيب، ما توجهنا بالصوت العالي. قولك هي الغلط؟ سميناهم. هيدا يعني غلط ومش غلط بوقتها كل شيء له توقيته. بوقتها كان ما رح نفهم، بدهم يقولوا ما بيقدروا يحكوا مع حدا. شو كان الصيت علينا قبل؟ ما بنقدر نتفاهم مع حدا، ما بنقدر نحكي مع حدا، أنا بنتهم الكل. هاي من جهة، ومن جهة تانية كنت بدك تكوني ملفات، ومش بسهولة بتقدري تكوني ملفات. الثورة الحقيقية أنا بالنسبة لي، أنا اليوم سائر صرت، وبكرة بستهدى ما رح توقف ثورتي، ثورتي الشخصية. هلأ فريق السياسي شو بيعمل أنا أكيد ملتزم فيه. اليوم في ثورة على رجال الدين اللي ما بعرف كيف عم بيقودوا مجتمعهم، وإشياء من اللي وصلنا لها نحن اليوم أيضا من تصرفاتهم. إذا بدي حاسب فاسدين أو أموال منهوبة، ما بتجي بتسأليهم للي ناهبين الأموال، بيقولوا إذا قالوا أنه نحن اضطرينا نتصرف هيك، بس نحن شو رحنا بالأموال؟ رحنا فيهم لرجال دين. لا اكيد مش كله، انتبه انا ما بدي اوقع وقعد. مش عم نعمم، ما عم نعمم اكيد. واذا بدو يعرفوا حالهم، اذا بدو ياخذوا التعميم، ما انا انتم حضرتكم اثنين اعلاميين، ما في اعلاميين بيسقطوا امام المال؟ في كل انسان، كل انسان ما بيجي كل الاعلاميين كل الصحافه ابدا، مش كل الاعلاميين ولا كل، مش كلهم يعني كلهم. هاي مشان هيك تنطبق على الرجال الدين، تنطبق على القضاة، تنطبق على المواطنين، على الناخبين. ليكوا هلأ عم بحكي قدام كل اللبنانيين، مش كلهم بيعرفوا بالانتخابات في شراء أصوات وضمائر؟ بلا في ولا حكا فيها أكيد. بقدر أقول لهم لكل الناخبين كلكم يعني كلكم أكيد لا. فإذا نفس الشيء بالسياسيين، بعدين ما قسم من الأموال المنهوبة اليوم حتى هني البعض اللي عم بيطالب بانتخابات نيابية. اللي أنا مش عم بيجي أي من الوضع إذا أي ولا يا حبيبي، إذا أصلاحي قبل الانتخابات النيابية خلينا نبلش على ثقافة الخيارات بدون رشوة، بدون ميل انتخابي أو على المشاركة. شفنا انتخابات الأخيرة 51% منتخبوا، يعني ما فيهم هلأ ينقوا. كيف مارسوا حقهم بالانتخابات؟ مش إجا وبيحكوا عن عهد فخامة الرئيس، أكبر إنجاز عمله إجا عطاء قيمة لصوته. كانوا قبل يقولوا ما في قيمة لصوتنا، بتجي محدا اللي اتخذنا كلنا بالنسبية صار له قيمة الصوت. كيف تصرفوا بعض الناخبين؟ صاروا كان قبل ينعرض علينا 100 و200، هلأ صار له قيمة صوتنا، غلى السعر. قيمة صوته راح قرشة مصاري، صار مع شيء بقى بأقل من 1000، وصار بده يتشاطر، بقى بده يعمل إصلاح قبل الانتخابات. فدخل ثقافة الخيارات الصحيحة، دخل الثقافة الديمقراطية، كيف بتنتخب وشو بتنتخب. مش بقعد ببكي 4 سنين ونهار الانتخاب بقبض منه برجع بخطبه 4 سنين. وأنا عم بحكي هالشي، أنا إلي الفخر إنه صوت واحد من أصواتي ما إله دخلي أبدا بالمال الانتخابي ولا أي طريقة من الطرق، مشان هيك بقدر علي الصوت. والكل بيعرفها، مش عم بقول عن حالي بس. وعليت الصوت حتى بفترة الانتخابات، وقلت بدي مقعد نظيف، كنت عم بعني بهالشيء انه نظيف من كل النواحي ومن الناحية المادية. لا وعد كاذب، كنت بعتبره صوت مش نظيف اذا وعدت واحد، حتى لو وعد صادق ما بدي مقابل وعد يعطيني صوته. يا بده يكون صوت نظيف مقتنع فيه، مقتنع بخطي السياسي، مقتنع بخياراتي. ايه انا اكيد جاي لاخدمه ولكون قدامه وبكل مسؤولية. غير هيك كنت حتى رافض اخد مسؤولية لو علي شو صوت من الاف الاصوات، هو منه شيء. وكتار بتعرفوا انتو جو الانتخابات، حتى زملائك او مناصرينك بيقولوا لك ما علي وعود هون،
حتى الوعد اللي كنت قادر أعمله قلت لهم بعد الانتخابات بنحكي. مشان هيك هون مسؤولية المواطن ينتخب صح. مشان هيك بده يوعي اللي عنده نية بالإصلاح بده يكون بلش بحاله. بده يبلش كيف بده يبلش بالإصلاح؟ كنت عم برجع لك ما بيرجعوا بيقولوا هيدي الأموال المنهوبة بلشوا بحالكم ردوا الأموال المنهوبة. اليوم إذا جينا جمعنا من كل المصروف اللي انصرف بالانتخابات على الرشوة إذا جمعناه اليوم ما بيعمل ثروة؟ أنا بدي روح أكتر. وسائل الإعلام اليوم حاملة هيدا الشعار، لو حقيقة بدي صدقها أنا أن إصلاحية. طب ما أنا مبارح وقت الانتخابات كنت مرشح، سعروا لي حلقة الليل بتبلش قبل بشهرين من 100 ألف دولار. لا ما في، لا ضمن القانون وبده يساعدوا الشعب ليتطور ويعبر عن ديمقراطيته، بده يفتحوا مجال لكل مرشحين مش بس للمعه مصاري، بس هي بالقانون حتى يعني لو بالقانون ما كنتوا ترضوا بالقانون اللي محطوط. بين في مثلا ما بدي سمي لان انا ما هدفي اجي هلا ميز، بس في محطات كانوا يطلعونا بدون بدل مالي، سعروا حلقات وصلت ل 250 ألف دولار. أنا بشتري شقة لأولادي 250 ألف دولار بدل هذه الحلقة. شو عم تفتح المجال أنت إذا بدأ تبي بالقانون وحر ايه. بس ما يجي اليوم يعمل لي ثورة وأيد الثورة. فهمت عليك. هاي القصة أنا ما عم لومه إذا تجاري خلي يقول أنا تاجر، أنا هيدي تسعيرتي حقك. بس تجي اليوم فاتح حوا على اليوم ال 12 كله تحريض، حتى لو حرية الرأي أنا بحترمها، وأساسا أنا مؤيد لكل هيدي المطالب، وأنا شاعر مع بالوجع للكل. طب أكيد في حدا مش موجوع يعني ما فينا بعضنا بس ما يتم استغلال هالوجع. المطلب مش المهم يكون معك حق فيه، المهم تعرفي توصلي له. اليوم هيدي العملية اللي بس يجي رئيس جمهورية يقول لهم تعالوا على الحوار، تعالوا لنتفق، انتوا قولوا شو مطالبكم وانا بقول شو هواجسي ونطلع بحلول. ما بيضل هيك عملية انه عنزي ولو طارت. طب وبالاخر وانا كنت عم اقول عن الاعلام لانه عم يشجعهم بطريقة او باخرى، اليوم كنت بمحل بزحلة عند حلاق أول بس سليم تنقول أنه عم نشوف استمرار حرق الدولي بمنطقة نهر الكلب على الأوتوسترات. أول ما حطوا على الشاشة أنه نقل مباشر من زحلة كل اللي بالصالون حاصوا صاروا مش معنيين بالتحرك كانوا، بس حاصوا صاروا بدوا يروحوا ولا يطلعوا على التلفزيون ولا يحكوا على التلفزيون. هل بدوا يخبر، وهو مش عم بحكي عن زحلي بس عم تبعهم أنا، هل بدوا يخبر عشان حطوه من الشغل وتقاتل مع تبع الشغل؟ هذا اللي بدوا يخبر وجع حقيقي، ما عم قول لا، بس مش هيك الحال، مش هيدا الحال. مش كل منظمة لحقوق المرأة وللبيئة وعنده المطالب انه منجي هيك مننزل منعبر عن رأينا. اهم شيء بالتعبير عن رأيك انه انت تقله للمسؤول انا هيدا مطلبي وعلي نفذه للمطلب. اليوم بالمسؤولين كلهم كان فخامة الرئيس او رئيس الحكومة قالوا لهم صوتكم سمعناه ونحن نتعهد انه نبلش نحقق هيدي المطالب. استاذ سليم خلينا نرجع نفوت بتفاصيل اكيد كلمه الرئيس وشو صار، ولكن قبل ما نمرق لانه بلشنا بقصه السريه المصرفيه، شو رايك نسمع شو قالت النايب بولا يعقوبيان ونرجع نعلق؟ برفع السريه المصرفيه اخر قانون تقدم ب 26 حزيران الماضي، قدمت هذا القانون انا شخصيا، وقع معي النائب سامي الجميل. هذا القانون استندت فيه على قانون كان قدمه قبل التيار الوطني الحر، اخذت قانونه ظبطت كل الثغرات اللي كانت موجوده بالقانون السابق ليصير قانون حقيقي وفعال، لانه مثل ما بتعرفوا السياسيين ما بيحطوا اكثريتهم اموالهم باسمهم، خاصه السارقين والناهبين بحطوهم باسماء وجهات ماليه شركات، بحطوها احيانا باسماء حزبهم، يعني اطراف ثالثه. فالقانون اللي كان مقدم تار الوطن الحر لا يؤدي الغرض. ظبطنا هذا القانون، شرشرناه كما يجب مع الأستاذ سوري لحود ومع لارا سعادة، ورجعنا قدمناه قانون فعلا بيؤدي الغرض. اللي صار انه ما تم التصويت عليه، بس حذرها من مين؟ احد نواب تيار الوطن الحر
وقت كنا عم نصوت على العجلة بهذا القانون بالتحديد بيطلعوا بيقول هيدي مؤامرة كبيرة، هيدي مؤامرة على الدولة اللبنانية، هيدي قصة الشفافية اللي طالعين فيها بعض اللي جايين من الغرب، هيدي مؤامرة على لبنان. وعناوين كتير كبيرة رجع للدولة العثمانية وفوت الصهيونية العالمية وعرج على الرأسمالية والإمبريالية. ما بعرف ركز أنا بالآخر عم بضحك. طلعت أنا واحد النواب وقلت له مرج دامك ما مرأي دخلك شي محل المعركة الشهيرة. مهم أنه هي تم تطبيق آخر قانون تقدم لرفع السرية المصرفية. هيك تم تطير آخر قانون؟ هيك عملته؟ لكن للشطارة بولا أنا مش حقدر، لأنه أساساً هيدي مهنتها الدعاية، هيدي مهنتها وهي عن جد بتنتهنها، وخاصة الدعاية السياسية وبهال هيك اللطافة وبتل. بس شو كان الواقع بالصورة. يعني هيك صار؟ الواقع كله حقيقي، إلا شغلة بتقلبه كله سوا. اليوم ما صوت معه إلا نواب التيار الوطني الحر، بس هي عم تتكل ما هي بتعرف الحقيقه، ما وين شطرتها؟ وليش قالت احذروا مع مين؟ مع بس هي قالت احد، رح اقول بكل صراحه مش تيار الوطني من التكتل، دوله الرئيس إلي الفرزلي. نحن اخذين قرار بيدعم لها، ونحن بتعرفوا كتكتل ما لنا بلوك جامد انه اذا واحد عنده غير راي يا بنجبره معه كامل الحريه. اليوم دوله الرئيس عنده فكره للنقاش، عم بيقول هيدا موضوع السريه دقيق بيضرب اشياء كتير بلبنان، وشرح وحكي، بس حكي بالقانون وبتراتبيه انا مش اشطر منه لدافع عن عنه، هو بكره بيدافع اكيد عن فكرته. بس هيدي مش معناتها ليك الشطاره وين اجت، قال احدهم بالتكتل اول شيء مش بالطيار، قالت هي بالطيار. طيب وتقول بالطيار، بس تيجي تقول انه كل نواب جميعنا كلنا اللي كنا حاضرين بهيدي الجلسة صوتنا معه، والوحيدين اللي صوتنا معه مش معه إلا مع القانون. مثلا قالت الحقيقة مقدمينه قبل نواب التكتل. طب كيف مقدمينه قبلك وجيتي انت شتشتي عراسي وعيني، وكنا عم نصوت على العجلة هون. نحنا كلنا صوتنا كلنا بدون أي استثناء، كل نواب التيار والتكتل بس دولة الرئيس حتى ما بعرف بالتصويت شو عمل بالتصويت، ما مانع بس بالنقاش أبدأ رأيه، قال بدي ألفت لكم نظركم أنه هيدا موضوع السرية شو تأثيره على بس لبنان. في فرق بين النقاش والتصويت والاقتناع، وهو مشان هيك هيدا استعمال هيدا الأسلوب. عمل لك شاطرة كتير، أول شيء شغلتها، ما هي مهنتها وعندها شركة بتدرب على هالشيء، لا تدرب يعني كل هيدي الأمور، بس ما يعني في حدود حقيقة أنه الواحد يحافظ على الحقيقة مثل ما هي. اليوم أنت منك عم بتسوقي، اليوم أنت مسؤولة، بقى التسويق خليه على جنب والدعاية خليها على جنب، وخلي الحقيقة والمسؤولية بميل الآخر. هيدي الشيء مسجل بالمحاضر وهيدا الشيء معروف. وأساسا لو كل الكتل غيرنا صوتوا علي كان أخذ صفة العجلة. صحيح، يعني شغلة كتير واضحة، وما زال نحن مقدمينه، وعم بتقول مقدمينه نحن بالقبل، فليه بتكون صوته ضده؟ طب خليه، ليش ما رجعت لوقت نحن مقدمينه كمان سقط بالعجلة؟ مين يلي صوت ضده؟ مين اللي طب نسي هذا القانون. حتى القانون اللي ما كان معجبها هي بده شدشدة. طيب مين اللي صوت معه ومين اللي صوت ضده؟ مين اللي نيته كان يمرق هيدا القانون، ومين اللي عرقله ومين اللي وقفه؟ نطلع منها هيدي، نحن مش بحاجة لشهادة من حدا عن جد. طيب اليوم يعني مفروض تصويت على هالقوانين المقدمة تصير علنيا؟ لا؟ هلا في نظام بنغير، في نظام، بس انه عم نوصل لهون هيدا صوت وهيدا يعطوا الشعب اللبناني حقه يعرف. يعني ما بالنقاش في سريه المداولات، للواحد يكون مش اسير للشعبويه، بس كله مسجل يعني. كله مسجل اكيد، بس بالاخر طب بنغيره، في نظام بنغيره، وانا بفضل نغيره. بتعرفي لي ما كل واحد بيطلع بيخبر على ذوقه، ما هيك بصير جوا شيء على الاعلام، وكل مين بيطلع بيخبر هو اذا عن حسن نيه. نتالي اذا كنا مجموعه 10 باجتماع، خدي ريزومي من كل واحد، كل واحد بيخبر على طريقته. فكيف اذا كان هون لا في هيديك في نوايا حسنه، كيف اذا هون في نوايا سيئه؟ كل واحد بيطلع بيعمل بطولات، ليش في منهم بيجوا بيشاركوا
بتحسي خمس دقائق بالجلسة بيجوا بينظروا، ما بيدرسوا بالموضوع، ما بيناقشوا، ما بيطلعوا بيعملوا مؤتمر صحفي وبيفلوا، بيجوا للشو. كلهم عم يجوا سايدة مثل الفولكلور. أوقات مع العلم أنا عامل دورة سابقة ومتابع كل الدورات النيابية، اليوم نحن بأنشط، حتى كمان ما أعطي النواب حقهم واللجان حقهم، نحن بأنشط مجلس نيابي. ايه بضل في شواذ، بيجي في شواذ ومعروفين صاروا ثلاثة أربعة، بيجوا بيفوتوا بس بيحكوا، ايه بيجوا بيعملوا شو ليطلعوا على التلفزيون، بيطلعوا بيعملوا بطولات. لك هايدي خلص، هون كمان إذا بدنا نصلح هايدي الطريقة بدنا نصلحها. قبل ما نتابع نحن وياك، الطريق البحرية بمنطقة زوق مكيل فتحت مثل ما عم نشوف هلا بالصور، أوتوستراد زوق مصبح نهر الكلب مقفل، إنما الطريق مثل ما عم نشوف البحرية سلكة على الاتجاهين، وكمان في قطع جزء للسير على طريق جسر الواطي باتجاه جسر لفيات، حركة المرور كثيفة بالمحلة. أنتوا كنتوا عفوا فترة شريف الأخوي ولا بتسمع بلا بلا ولا لا أنا سامع فيها. هي عن جد ذكرتنا بهذيك الفترة، عن جد شيء ما بعرف كيف بدي أقول. بإذاعة لبنان اللي بدهم يسكروه معلش. بس بالمناسبة عن جد يعني بالمناسبة الجيش ما بدي، أنا ما بعرف ظروفه، بس بعتقد أشرف له وأشرف لنا وأحسن للمتظاهرين حتى ينزل هو يقطع الطرقات. زي لما قطوع الطرقات خليه يتبنيها الجيش، يقول أنا قطعها لا تلاقوا حلول. لأنه مش حلو هيدا المنظر، جيش قاعد عم يتفرج، إعلامي بينهار، قوى الأمن كمان، قوى الأمن الداخلي كمان، كلهم ايه؟ كلهم شو قاعدين عم يعملوا يعني بالآخر؟ بيوصل مواطن بيقول لهم بدي أمره، بس معقولة حتى الجيش اللي قطعين طريق يطلبوا بطاقاتهم؟ حتى الجيش إذا قطعون ولا ما قطعون؟ طب هيدي شو أفضل. نحن وين صرنا؟ جد أفضل إذا ما بعرف ظروفه، ويمكن مش قادر يحل هيدا الموضوع، ما يحلو. بس بيمنع عسكري يقطع أو ضابط يقطع؟ ينزل هو يقطعه خلص، يقلهم للمتظاهرين أنا رح أقطعه، بيريحهم ونحن كمان بنرتاح، الجيش قطعه يعني بالآخر مش بيجي في أمان يعني، مش بيجي أحسن. حدا معرض تتقاتل أنت وياه ويسمعك كلام صح، عم بحكي مش علي على حي الله مواطن بيقعد يقول له ببرقك ومينك أنت ولا مين تابع. بارح مثلا بأحدهم بيسألوه أنت مع مين، بفز حدا بيقول له هيدا عوني، قال بيردوه ممنوع تمره. طيب ما بالآخر خلي يكون الجيش يقول له أنا قطع عالك له خلص لا تنحن. أي مشكلة إذا مش قادر يفتح الجيش لك أشرف وللهيبة أفضل قطع أنت. نحن بنرتاح والجماعة بيرتاحوا، ليش بده يضلوا قاعدين على الطرقات؟ بيعرفوا أنه خلص مقطوع لا زي أحلو. لنرجع لحديث بولا بنقطة في أطرح من خلالها سؤال، شو صحة أنه السرية المصرفية ما بتشمل الممتلكات، وأنه ممكن كمان الشخص اللي حاطط بين المزدوجين ما مهرب مصرياته باسم حدا ثاني أو باسم شركة؟ ما هو هني أخبر لأنه بيعرفوا مني شو عاملين عن جد. أنا بالنسبة لي أنا بخدها، كل واحد بخدها على وضعه هو. أنا بعرف أنه الممتلكات كلها علنية منها سرية، مش أنه بس النقد هو سرية مصرفية. هلا يمكن يعني كقانون يعني إذا الشركات يمكن هون في بأبواب بالشركات بيبقى واحد يملك بالشركة، هون ما بيبين أنه شو معه بس يا أخي نحن مكتفيين، بس يكشف لا إذا صار في تحقيق مزبوط بيكشف كل شيء. إذا مش قادر أعرف ثروته 100% إذا عرفت 80% وكانت كيف بتكون أنديس بيقدي ما أنت بالآخر مش مطلوب منك أنه تجيبي الرقم على القد، جيبي قد ما فيك من الرقم. ما بعتقد حدا عنده ثروات وبالنقد خفيهم كلهم او بالممتلكات قد ما بده يعمل شركات ما رح تتخبى كلها. مزبوط مع حق بيقدر فيه مثل كل القانون، ما في قوانين القانون تستعمليها لتهربي من القانون. منشان هيك حتى لو في هيك مهارب بس بيقدي، واذا مش قادرين نطال كل شيء، إذا مش قادرين طال 100% وطلنا 80% بيقدر. ليش أنا بقول لك كل هالمتعهدين اللي سرقوا الدولة اعتبري هربوا قسم منهم، وفي قسم كتير مهرب، ينطال اللي باقي. وأنت عم تسأليه لك أنا حابب أوضحها مع أنه صرت قايلها كتير، نحن وقت مشينا بهيدي الخطوات قلنا ما فيك تتهمي بس هيك للشك أو على خبرية أو شي سمعانه أو حيالله شي،
بدك أول مؤشر بما بيفتح لك الطريق هو رفع السرية المصرفية. ليه؟ لأنه بيبين أوقات موظف عادي شو بتلاقي معه هون، مش عم بحكي بس نايب ووزير ومدير عام، موظف عادي أوقات عنصر عادي بجهاز بمحل بيعمر بيشتري أراضي تبقى ظاهرة وبيعمر. هلأ رفع السرية بيبين إذا طلع ما معه شيء، من هون بتبلش تقول طب هذا ما معه شيء، إذا في أموال مستفيد منها يمكن وصرفها بتكون صغيرة، بس هو اللي ما عم يشبع واللي عنده ثروة كبيرة بتبين. لتقدر تبلش تسأله بتروح على الحصانة، لأنه كتار بيتسلحوا بحصانتهم. في واحد بيقول لك بدك إذن من مديري لروح، وبدك إذن من وزيري لروح. رفع الحصانة بتخلي القضاء يتحرك من دون إذنات، وساعتها حكم القضاء اللي بده يدينه ولا لا. مش بيكفي، ولو رفع الحصانة مش كل واحد رفعت عنه الحصانة معناتها صار مرتكب، بس تقول القضاء كلمته. رحنا على تالت قانون اللي هو استعادة الأموال المنهوبة، لأن نيتنا مش نحاسبه للي ارتكب، أنه تقاصصه مش قصاص. صحيح في قصاص على الجرم، بس نحن بهمنا نرد الأموال. نعم، هيدي البروسيدور صحيح طويلة حتى وقت بتبلش تنفيذها، بس كمان هي طويلة بنظامنا أنه تبلش تكرر القوانين. نحن زيارتنا اليوم للرئيس بري كرمال هيدا الموضوع، وفد من تكتل ابن القوير لحتى نطالب بالإسراع بإقرار هاي القوانين. تعرف هلا مش لازم تتحول قبل مجلس وزراء ولا لا؟ هلا ولا دغري ديراك في شيء من مجلس الوزراء لازم تنعقد جلسه. لا نحن محاولين قوانين، هلا ما عم نقول لهم تبنوا قوانيننا، عدلوا بقوانيننا او ابعثوا لنا قوانين جديده، ما في اي مشكله. مهم النتيجه. الحكومه بتبعت مشاريع قوانين كمان، نحن اقتراحات قدمناها، عملنا اللي علينا وعم ندفع لحتى نروح بهيدا الاتجاه. ما لنا متمسكين، أكيد مقتنعين بقوانيننا، بس ما لنا متمسكين فيهم بالحرف، قابلين للنقاش للتعديل على استعمال كلمة بولا على الشدشدة. إيه من شدشدهم قد ما بدهم من شدشد فيهم، ما عندناش مشكلة، بس هودي منهم بدنا ننطلق. صح. لحتى نبلش بهيدي البروسيدور اللي بدها توصل لاسترداد الأموال المنهوبة. بس في كمان أموال منهوبة، أموال السيلولار المنهوبة، خطنا كل واحد شريب $500، هاي أموال منهوبة كمان ما حدا بيجيب سيرتها. نمر السيارات اللي كانت تتوزع وتنباع، وسياسيين اللي كانوا ياخدوا، سياسيين ياخدوا الأرقام يبيعوها، هلأ عم بيحاضروا بالأموال المنهوبة وصايرين عم بيطبلوا للثورة. واللي على القليل بعرفهم أنا كتير كل وثقة توزيع ياخدوا رقم ويبيعوه وبألفات الدولارات. هيدا بس بيتوجهوا بيعملوا ثورة، بيسبوا وبيشتموا رئيس الجمهورية والوزير بسير. يا عمي الوقاحة، الوزير بسير أرقام التليفونات عملهم مزيد علني، كل ورجعت المصاري للدولة، كل مثلا 10 مسبات بمرقونهم شي وحدة بالخجل لهالزعيم، بيرجعوا 10 مسبات بمرقوا وحدة تاني خجل للآخر. المرتكبين الحقيقيين مجهلينهم، واللي جاي يقاتل حاله ليصلح حاطينه نازلين في جل، لا انه في شيء عن جد ما بينحمل. خلينا بس هون نقول شغلة، بعلبك الطرقات كلها مفتوحة ومعظم المدارس الخاصة فتحت أبوابها اليوم، بوقت مدارس ببيروت اتوجهت لطلابها عبر الهواتف عبر الواتساب بمجموعة من الدروس يحضروها الطلاب بمنازلهم. قالوا لهم خذوا كتبكم من المدرسة فاتحين من الساعة على الساعة، لازم يخصموا من القسط أولاك. بدك تشوف ضروري. بدك تشوف اللي رافع الصوت. انا ظلمت من هالمرحله. الله يخلي لك اياه. شكرا. يعني بدنا كمان هيدي عم ناخذها هيك بمضحك مبكي الموضوع، لانه اولادنا مستقبلهم بدأ، وخاصه اللي عنده تقديم يعني في مشكله بروفي او ثانوي يعني قلت النهار تاخير. المشكله الاكبر نحن بازمه حقيقه، ويمكن في ناس بتقدر عندها معاش ثابت باخر الشهر ما بتتاثر، بس في ناس تشتغل يومي شغله يوميا او اسبوعيا بدها تامن مدخول، مهنه حره شو بيعمل يعني مقعدينهم اليوم وهي بدها تتفاقم الازمه. طيب صار رايح 12 يوم صح، واذا راح بعد قدهم وقطعنا بعد فتره، طب مسؤوليه كيف يعني؟ هيدي عن جد انه صاحب المطلب بس يقول له المسؤول انا بدي استجب لك وتعالى نحكي،
بس يرفض يروح يحكي، هاي ما فيش علامة استفهام عليها؟ ما في لوين بدك تضل؟ صارت قلبت المسؤولية، هلا صارت المسؤولية علي متعنت. عادة السلطة اللي بتتعنت، بس وقت صاحب الحق عم بيقول له بدي حقق لك هذا المطلب، هو اللي بيتعنت. ليش الرفض؟ هون علي مستفهم. عنده هدف آخر. 100%. خلينا نرجع نذكر برقم التليفون 01-491-702، وبعتقد رح تشوفوا عبر الشاشة، تتصلوا من خلاله لتتواصلوا معنا، خاصة بالمناطق اللي عم بتعينوا فيها بالتنقل. ما بعرف إذا في منطقة بغنى عن هالموضوع، لأنه ثلاث أرباع المناطق صارت مقطوعة عن بعضها للأسف. إذا بدنا نرجع للقاءكم اليوم بالرئيس بري، هل في تحركات تانية بالتوازي؟ الاتصالات عم بتصير تحت ما بعرف بالكواليس، أم أنه رح يرشح معلومات أو معطيات؟ لأنه في شوية غموض بالمواقف السياسية اللي عم نشوفها. يعني ما رح استبق كتير كتير أمور يعني، بس إيه عنا سلسلة تحركات. ما كمان نحن رفع السرية ما نتوجه فيها لجمعية المصارف، ما بعرف إذا اليوم ولا بأي وقت بدنا نروح، بعتقد كمان هني مكاتبه المقفلة هلا، بس كمان بدنا نقدم لهم إياها. اليوم رح نعمل مؤتمر صحافي نعلن عن خطواتنا ونعلن عن كل شيء عملناه. بتقولي لي لا مش هنقعد مكتوفي الأيدي، يعني حتى لو ما عم بيتم التجاوب أو في صعوبة، بس ما نحن بكل حياتنا السياسية وبكل تاريخنا ولا مرة جمدنا أمور أصعب بكتير من هيك، وموقفنا قدامها ولا نهار يئسنا، بل بالعكس، وكل الحواجز اللي انوضعت قدامنا كنا نتخطاها. وإن شاء الله هيدا الحاجز اليوم الكبير، يعني أنا ما عم بقلل من الوضع اللي نحن فيه، بس كمان على كبره عنا القدرة والإمكانية أنه نقدر نتجاوزه. كمان رح نرجع لك، بس خلينا ناخد اتصال من أحد المواطنين. ألو ألو، صباح خير. صباح خير مدام. صباح خير إليك لكم ولضيف الشباب. أهلا وسهلا. أنا مواطني لبناني، أنا من هالبلد ولها البلد يا أخي. والله العظيم نحن جماعة نشتغل يومي، إذا ما اشتغلنا ما بناكل. مسكرين الطرقات على مين هم؟ عندي ثورة على الشعب الفقير، هذه مش ثورة ضد الحكومة، هذه ثورة ضد الشعب. نعم. هذه ثورة عايمينة على الشعب الفقير يروحوا يتضبضبوا. نسي هذه الثورة شفناها نحن بالحرب الأهلية بلبنان. بأي منطقة حضرتك مدام؟ من الضاحية أنا نعم. من الضاحية. هذه الثورة عملها سمير جعجع بأيام اللي عمل علينا الحرب الأهلية بلبنان، ما خلى لا مسيحي ولا مسلم إلا أثرن على الهويات اللي مش معه عم يقتلوا. كان على شو عم توقف هالعالم معه؟ مني عارف على أي أساس هو منتصد على ما هو أكبر، هو رأس الحرب بلبنان، ما هو اللي جوع الناس بلبنان. على شو هو عم وقف قواته بالترعات وشبابه؟ بدق الحرجية والحشاشين بيحط لنا إياهم بالترعات، اللي ما عندهم أخلاق بالحكي، اللي ما بيعرفوا يلاقوا الكلمات ليتعاملوا مع الناس. لمين هني مسكرين الطرقات؟ لمين؟ ما هني قاعدين يعني ما تأخذيني بهالكلمه معلش، الرئيس الحكومه بالوزاره ورئيس مجلس النواب بمجلس الطيب، على مين انتم قاطعين طريق؟ على مين؟ وين الشعب اللي المحترم؟ وين الشعب اللي عنده اخلاق اللي يطلع عليهم ويقول لهم ابتلوا من الطرقات بدنا نعيش؟ روحوا في محلات تتظاهروا فيها يا اخي، في ساحة الشهداء، في ساحة رياض الصبح يا أختي، في يروحوا قدام النواب، بيوت النواب يا أختي، يسكروا عليهم الطرقات. عم يسكروا على الشعب ليه؟ نعم. ليش بدهم يسكروا علينا نحن اللي بدنا نحن نجيب لقمة عيشنا؟ ليه؟ يعني أنا عندي أربع أولاد، أنا إذا مرة اشتغلت ب 30,000 كل يوم ما بيكون. أكيد يعني صرخة محقة وصرخة كتار، يعني عم بتلخصي صرخة كتار كمان مثل ما قلتي بعيشوا إذا اشتغلوا، فهلأ مسكرة الطرقات ما في شغل، فهون المشكلة. شكرا لاتصالك مدام. خلينا نقول أستاذ سليم أنه في انتشار كثيف لعناصر من أمن الدولة عند مستديرة الصالومة هلأ، مثل ما عم نشوف رجعنا لحرق الدوليب، وما أدراك تأثير هذه الدخنة وهذا الحرق على الصحة وعلى البيئة. إن شاء الله يكونوا واعيين شو عم بيعملوا كمان بهذا الموضوع. نروح لنشوف كيف عنونت الصحف صباح هيدا اليوم 2/28/20.
الأول 2019 كان مفروض يكون عم نزيع نتائج الانتخابات البلدية امبارح، كان مفروض يكون بأكثر من منطقة لبنانية، كان عساس الانشغال رح يكون بهذا الموضوع للأسف نظراً للأوضاع تم تأجيل كل هالشي. نبدأ مع صحيفة الأخبار اللي عنونت إذن خطف الحراك، البي سي تعترف بتلقي تمويل مع الجديد وام تي في، القوات تقطع الطرقات وصراعات في المستقبل، وسيرة الخليفة المقتول واشنطن حاضرة من المهد إلى الأحد. يعني هون الصحيفة مركزة على أمر الإعلام صح. بس حقيقة نوجه مش لأني على الأو تي في بس بكل العالم، وهيدي عم بيشوفوا قدي عم بيتحملوا مراسلي الأو تي في وخاصة المراسلات من عن جد شيء ما بينحمل، بس بنفس الوقت عدل مهنية الأخلاق والشجاعة صحيح اللي بالآخر سيدات عم بيواجهوهم بطريقة زائية وعم بيكونوا قد الحمل وعم بيكونوا بكل ثقة بالنفس، وهيدا حقيقة بهني الأو تي في وبهنيهم إلهم كمان عن جد يعطيهم ألف على العنصر الجيد بالمهنة وبالأخلاق. شكرا لك. منتابع مع صحيفة الجمهورية، السلطة مربكة بين التعديل والتبديل، إيد بإيد من الحدود للحدود. هيدا بالنسبة للسلسلة البشرية امبارح. في تعديل أو تبديل؟ هلا من أهم ما قاله فخامة الرئيس، بس حكي قال لهم مطالبكم محققة وتبنيناها، هو ما اكتفى عند هون، مش عم يجي يوعدهم وعد كاذب، قال لهم هيدا الإصلاح بده تواكبه أيضا السلطة التنفيذية، وقال استتبع حرفيا، قال من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي بس وفق اليد الدستورية مش وفق الفوضى. مشان هيك أنا اضطريت استعمل هيدي الجملة لقلك اليوم شو بتعني وفق الآلية الدستورية، لأنه كل إعادة نظر بده طريقة بالدستور تعالجه. على سبيل المثال إذا جينا بالحد الأدنى في عندك 4 وزراء مستقلين، إذا بده يتم تعيين بدلاء لهم هيدي بالآلية الدستورية بترجع لشخصين، فخامة الرئيس ودولة الرئيس. هلأ إذا بدك تروح تقول لا بدي أعمل تعديل أوسع، عندك تعديلين في تغيير بالكامل، ساعتها اليوم بياخد قرار دولة الرئيس أو فخامة الرئيس أو حيالله فريق عنده ليكفي 4 بكفي 7 استقالات بتقدو، أو شخص دولة الرئيس لحاله بتستقيل الحكومة. بس هون التغيير الحكومي شو بده؟ بده ترجع يعمل استشارات رئيس الجمهورية ملزمة، وبعد الاستشارات يكلف، والرئيس المكلف بده يرجع يعمل استشارات نيابية، وبده يروح على التكليف، وهون ما بنعرف قد ايه بتروح المدة، وبنرجع بدك يعمل بيان وزاري ويرجع يروح على طرح الثقة. يعني عملية كلها بدها اشهر اذا التكليف كان سريع صح، اخر تجربة ست اشهر. مش هيك بيجي الانسان اللي عم بيفكر بمصلحة البلد بيقول اوسع اعادة نظر وبشكل أكثر شيء بنقدر نعمله بدون ما نفوت بالفراغ وبمتاهة إعادة الاستشارات والتأليف، هي يوصل عدد الوزراء ل10، لأنه بيضلوا ضمن التلت الحكومة اللي ساعتها ما بتستوجب الحكومة إعادة تشكيل من أول وجديد، ولا بدها ثقة ولا بدها كل هالبروسيدور. يعني بنعمل توازن يعني اليوم. بس هون كمان كيف آلية الدستورية؟ هون صار بدها مش بس فخامة الرئيس ودولة الرئيس، صار بدها كمان القوى المشاركة بالحكومة، لأنه حل تبديل أنت ما فيك تقيل حدا صحيح، بدك تكون بالاتفاق مع كل الأفريقاء مين اللي بيستقيل ومين اللي بيجي بدله. هون بتصفي عملية يمكن بالوقت أفضل وما بتاخد كتير، ما نفوت بهالتونيل هيدا أو بهالنفق، بس بتصفي هاي بدها كل الأفريقاء السياسيين صحيح، كل فريق يقول مين بده يستقيل من فريقه ومين بده يجي بديل عنه. خلينا ناخد اتصالات ونرجع منتابع. ألو بونجور. بونجور مدام. معك مواطنة محايدة.
تفضلي. يعني ما بتتعاطى بالسياسة أبدا. أهلا وسهلا. ولا مرة كانت متحزبة مع أي مع أي سياسة ضد أي سياسة. نعم. بس أنا وأنا منزلت ولا نهار على الشارع. بس أنا الثمان أيام صدقني من محطة لمحطة عم راقب الوضع اللي عم بيصير. بس ما المعروف هلأ أنا صرت على الهواء عم بحكي. أكيد تفضلي. أول شيء الشعب اللبناني بيشكر لازم يشكر السلطة على شغلة واحدة اللي هي أنا بعتبر كانت من تاسع المستحيلات إنها تصير. هي وحدته الوطنية بجميع طوائفه، الكنائس، أجراس الكنائس، أجراس الجوامع، يعني كلها وتهللت ببكاء الدم الجيش اللبناني. الشعب مطلبه الوحيد هو القانون والحياة الهنيئة والرغيدة والبسيطة. بس أنا برأيي إنه مطلب هالشعب ما بقى يقدر يتحقق مع هالطبقة السياسية الحاكمة. أنا ما عم بقول كلهم فاسدين وكلهم مش منيح، كل هالطبقة السياسية كلها أولاد عالم وكلها أولاد ناس. بس في طبقة سياسية إذا هي جوا ومش إيش عشو عم بيصير قدامها جوا، معناتها هيدي منا كفوءة إنها تكون. في طبقة سياسية فاسدة كمان منا ممكن إنها تكون بالطبقة الحاكمة. وفي طبقة سياسية إيش على الغلط وبتقلك أنا مني قادر إني أكون جوا، مني قادر أعمل شيء، كمان أنت مني كفوءة إنك تكوني بالسلطة. بقى أنا بلاقي مطلب هالشعب مع هالطبقة الحاكمة ليه ما بقى يمكن يتحقق؟ لك ما بيتفقوا على شيء مع بعضهم. إذا في انتخاب لمدير صغير بيقعدوا هيدا بينائد هيدا، هيدا بينتقد هيدا، هيدا بيسخر من هيدا. أنا عم بحكيكي كمحايدة، أنا بس اسمع حدا عم يحكي زعيم على التلفزيون بطفي التلفزيون، أنا مني مع حدا. بتلاقي طلع بقرار ما بيشوف له حسناته بيطلع وين طيب اللي عم بيصير اليوم مدام راضي عنه، خليني بيطلع شو في نقطة سيئة بيطلع تاني نهار ينتقده انه عيب في غلط على بعضكم. ما ننشرها بين بعضنا، ما حلو واحد ينشر الغلط على الإعلام، في غلط عالجوه بدون ما تنتشر هيك. بعدين بالنسبة لموقع من رئيس الجمهورية، أنا من موقع رئيس الجمهورية أنا من حيه ومن جله، وأنا يعني مني ضد الجنرال أبدا. بدي أقول لك يعني تأملنا بالجنرال، وأنا يعني أنا نصي من حرب تحريك، نصي من حرب تحريك، يعني أنا مع الجنرال مش مع الجنرال مش مع حدا، بس أنا رئيس الجمهورية طول ما هو على الكرسي ممنوع أي وسيلة إعلان من أو تي في لا أم تي في لا أل بي سي. رئيس الجمهورية هو بيمثل شعبه، يعني أي بلد ما نظهر إعلان مش محترمين رئيسنا ما حدا بيحترمنا. حتى الإعلان الأو تي في والأم تي في والال بي سي ما بعرف انا مني مع حدا. ولك عيب بيطلعوا الال بي سي بيحكوا شيء، بيطلعوا الاو تي في بيطلعوا وين في مشهد ما في حدا بيقولوا السرقات فاضيه، بتطلع الال بي سي وين في مطرح مليان بيقولوا عم تحضري هلا التلفزيون. ولك ايه بقول انا قلت من ايام على التلفزيون انا ما نزلت ولا نهار على الشارع، انا مواطنه محايده ما عندي تحيز لا لهالفريق ولا هالفريق. طيب شو رايك بهالمشهد اللي هلا عم نشوفه على نهر الكلب قطع الطريق وحرق دولي؟ حبيبتي انا دكتورة عم بحكيكي كمان. اوكي. انا بذكر انا قلت لي انا كنت عم بدرس بالجامعه، انا عايشت حرب التحرير وانا عايشت حرب الالغاء. حرب التحرير انا ما بذكر هالمشهد، ركدنا على المنجر كدنا، طلع الجنرال قال في راس واحد بدنا نكسره هو راس حافظ الاسد. قعدنا شهور 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 بالملجأ، رجع على لبنان، الجنرال ما بقى يقدر يعين عيد مرمرون بلبنان، صار بده يطلع يعين عيد مرمرون بسوريا. نعم مدام، شو بدك توصلي مدام؟ مدام بدك تسمعينا مثل ما نحن عم نسمعك في وقت على الهواء، شو بدك توصلي اذا بتريدي؟ اللي بدي وصله انت يا رئيسنا الجمهورية. نعم. انت كيف كنت ساكت الغلط اللي بلوموا عليه؟ كيف كنت انت ساكت على الغلط؟ وين بيصرفوها؟ انا شكرا لك مدام، شكرا لك، رح نسمع، شكرا لك، رح ناخذ اتصال ثاني بعد معنا اتصال يمكن. الو ما في. اوكي راح الاتصال. رح نرجع نحكي معكم. علق معلش، مواطنة عم تطرح اكثر من سؤال، هلا اخذتها تحليل شوي اكثر ما انه سؤال بمطرح، ولكن قبل خلينا نروح عند زميلنا جورج عبود بمنطقه الصيفي مثل ما عم نشوف مقطوع على الطريق. جورج صباح الخير. الو صباح النور. تفضل جورج.
نعم يعني هذا تطور منذ انطلاق الثورة، عم نشوف تقاطع صيفي بالاتجاهات من خلال عملية ركن سيارات عند هذه النقطة. عم نحكي الطريق المؤدي من الدورة باتجاه وسط البلدة والطريق المؤدي من وسط البلدة إلى الدورة أيضا. يعني عم نشوفهم اليوم عملية قطع الطريق، ما بعرف شو الهدف من وراءها، خاصة إذا العالم نازلة تعتصم وتتظاهر بساحتي الشهداء ورياض الصلح. عم نشوف يعني حركة المرور تعتبر خفيفة عند هيدي النقطة، تم تحويلها إلى الخط البحري. يعني عم نشوف قبل تقاطع الصيف، إشارة الصيف، تم قطع من قبل عنصر من قوى الأمن الداخلي السير هون وتحويله عند الطريق البحرية. ما بعرف شو الهدف من قطع الطريق هون عند هيدا التقاطع، يعني خاصة أنه العالم اللي بده ينزل يتظاهر واللي بده ينزل يعتصم، ما بعرف كيف ممكن يوصل وين ممكن نعم من المحتجين قطعوا بالاتجاهين. رح نشوف بعدسة الزميل زياد سروان كيف تم إيقاف ركن سيارات بالعرض عند هيدي النقطة مع تواجد آليات الجيش اللبناني عم تراقب شو عم بيصير. عدد قليل يعني من المحتجين عمدوا إلى إيقاف إلى قطع الطريق عند هيدي النقطة، مثل ما عم نشوف رفعين الأعلام اللبنانية، بالإضافة يعني حاليا عم نشوف احدى السيارات ما بعرف كيف وصلت عند هيدي النقطة وعم بيتم طلب منها انها ترجع الى الخلف من قبل المحتجين. شو صارت هيني قصة قطع الطريق عن جد؟ عم فكر انا هلا بطريق هيك مش عاجبني جاري روح سكر له، ما حدا بقرب صوبي. نعم جورج شكرا لك. شو قلتك هلا؟ بحب احكي بالحلول. ايه بس قبل وضع وصف الوضع هلا عندك. لا كان بس عندي تعليق صغير انه معقوله سامي جميل النائب يتصل مثلا بقيادة الجيش يقول لهم وصلوني على بيت الكتائب مش قادر اوصل، واللي كان عم يطالب بانه يجلسوا على الطريق وقتها من كم يوم. تفضل. انا حتى روح على الحلول لانه اليوم مطلوب حل، مش مطلوب نضل نوصف ونضل قاعدين عاملين مندبه. اليوم أول حل في الحوار، خلينا كلنا نختار أول حل الحوار، تاني حل باللا حوار شو بيصير. هني بدون يضلوا يقطعوا طرقات ونحن والمسؤولين بدون يضلوا ناطرين. يعني إذا ما بدون يستعملوا القوة وهيدا شيء جيد، يعني أنا ما عم أقول يستعملوا القوة، بالآخر يا هني بدون يزهقوا ويفلوا يا المسؤولين بدون يتخلوا عن المسؤولية. في غير هالشي هذا؟ الوضع اللي عم يخدونا عليه هني باللا حوار هو يا هيك بدو يضلوا بانتظار ما بالآخر ينقطع الأمل. الحل الثاني للمسؤول، طب أنت إذا مسؤول ويمكن ما عاد حابب هيدي الشغلة، طب شو بتعمل؟ لمين بك تتركها؟ ما في هون كمان مسؤولية، بتفلي كمان في مسؤولية، شو بتعمل؟ لا إذا تصرفت جيد تستعمل أي قوة بعد ما ينسوا كلهم، ما عندنا القوة الشعبية اللي بتضاهي قوتهم اليوم لا يستهان بالقوة الشعبية اللي واقفة بخط تاني، بس لأنها بالسلطة مش منطق تجيه تقول له للشعب زال انت على الطريق وافتح الطرقات ونزال انت لاقي حلول. بس قديش محقونين خلينا نقول باللبناني، نحن عم نخليهم هني محقونين، بس نحن بكل توجيهاتنا ضبط النفس عم نقول لهم ضبط النفس إلى متى؟ يعني لا يقتنعوا حضرتهم أو بالحوار أو بيلاقوا حل. يعني كمان بالآخر ما بيقدر اللي عنده مطلب ونفتح له باب يسكره، بينفتح له باب يسكره، طب يفتح هو باب يكون في منتج. يعني مثلا مسمينا ثورة، فوتوا على الوزارات، فوتوا طلعوا على القصر الجمهوري، فوتوا على القصر الحكومي. إذا ثورة شو هالثورة اللي بس الثورة مش للرأس والدبك والضحك، ما كمان الثورة بده يكون غضبان الواحد، بيغضبوا بالحكي وغير الحكي تصرفهم، يا زعرانات على الطلقات يا ضحكوا رأس. ثورة فوتوا اقبعوا كل هاللي قاعدين على مراكزهم، مش ثورة حكوا معهم لا يعطوكم مطالبكم. مش حل الاثنين انه بالاخر لوين بدهم يروحوا؟ يبدو انه طريق الدمور كمان اقفلت هلا مثل ما عم نشوف بالصور، يعني طريق ورا طريق. طب العالم اللي على الطرقات شو ذنبه؟ مزروبه هلا عن جد، شو ذنبه؟
انه بالاخر العالم اللي بده يروح على شغله اللي بده يروح على مستشفى على محل ما حاضر شو بيقعد بيعمل يعني مين بده ينطر بعدين اكثر من هيك في شيء ابعد من هيك بفخامه الرئيس بدعوته وضوى على موضوع مهم قال لهم الف وفد منكم طيب هيدي مين المسؤول عنه مش عم بيقدروا يتوحدوا يا مش عم يقدروا يتوحدوا يا لا موحدين وما بدهم يبينوا ما بدهم يبينوا مستحيين بحالهم ما بعرف ما بدهم يبينوا لأنه في تناقضات عندهم كمان ما بعرف ما بدهم يبينوا لأن مش قرار مش بإيدهم شو بدهم يقولونهم كمان ما بعرف بس ولو مينيموم إذا عم يعتبروا توجهوا للمسؤول أنه بمسؤوليته كمان هني مسؤولين عن كل هيدي الحركة ومش عم بيطلوا قداش دلنا نسمع من العالم وينو فخامة الرئيس ما يطل يحكي معنا طيب ليش ما بيتوجهوا لهم قل لهم يا مسؤولين عنكم تفضلوا اعطوا رأيكم قولوا لنا ليه ما بدكم تحكوا ما بتتركوها عن الناس اللي على الطريق يعني اليوم اذا رئيس جمهورية او رئيس حكومة بده يلبي لهم مطالبهم بده ينزل يحكي مع كل واحد قاعد على الطريق مثل ما بتعملوا انتم ولا بده يكون في وفد في اهضم منها بيحكي رئيس حكومة بعد ما خلص كلمته ببلشوا كلهم بيرفضوا كلامه بيرفضوا الورقة قبل الصحية. ما يسمعوه بيحكي فخامة رئيس لا ويقولوا له بلا وشرب ميتها لا كبرت الخس كثير هون انتم جايين تاخذوا مطلب ولا جايين تتحدوا لا عملية التحدي هيدي لوين بتوصل مين عم تتحدوا بعدين أول شيء رئيس جمهورية رمز البلد وهو شئنا ولا أبينا كرامته من كرامتنا وكرامتنا من كرامته كل إساءة له إساءة لهم هودي كل شتيمة لهم هيدي بترتد شو نحن ما بنقصنا نشتم اليوم هودي كل اللي سبوا لأمه للوزير بسيل أنا هلأ على الهوى واحد ورا التالي بقول لهم أمك وأختك وستك وبنتك هيك حل أكيد لا هيك بده يكون الخطاب طب شو الشتايم لشو ما بنشتم نحن كمان وصفات نعم. بس نحن عندنا أخلاق ما بنعملها خلينا ناخذ كمان اتصال أحمد طرون كثير للمشاهدين صباح الخير يعطيك العافية هلا أول شيء بونجور لألكم كلكم تسلمي بدي أسأل سؤال أستاذ سليم تفضلي عم بشوف على التلفزيونات موظفين المالية نازلين وعم يعتصموا يعني شيء بيضحك ملا منظر اللي هن ناهبين الدولة من صغيرة لكبيرة وعم ينزل بده هو يجيب حقوقه انت شو بدك حقوق بعد يا هالمواطن اللي انت بدك تنزل من موظف المالية يلي بتروح على اكبر شركة بتفاوضوا كلكم سوا مع بعضكم لتشوفوا قدي بدكم تكلفوا لهذا الشخص لتعدين تعملوا احتجاج عليه قدي بدكم تقبضوا منه ورئيس الدايرة اللي هو بظهركم عم بتطعموه وعم بتعميكم فاستاذ سليم بليز انقلنا صوتنا هلا نحن بنعرف انه صوتنا هذا الوحيد ما رح ياثر على وزير الماليه بس فتح له عيونه زياده لانه الشعب بطل هو مغمض صار بيعرف بوزاره الماليه شو عم بصير قصص من صغير لكبير يلي ببلش من المواطن الصغير اللي بيقبض 4 مليون عنده وما عم بكفوه نزل لي على الثوره فعمول معروف بلش منك انت يا وزير المالية افتح الملفات كلها سوا بعدين عندي شغلة تانية انا بدي اقولها ليش بحق للمواطن للي بيكون بيو بالدرك او بالسلك العسكري اللي هو بحق له من بعد ما ربنا ياخده لعنده بيكون عم يشتغل ومضمون المواطن بيقبض معاش بيو كمان وهو قاعد بالبيت نعم شكرا لاتصالك مدام عندك يعني. رد على اللي لا بفهم لها صرختها مثل كل هالصرخات اللي عم نسمعها ايه وبما خص بالتقاعد ايه مثل قيمة بس حكي بالموضوع في طرح لكل النظام التقاعدي لانه حتى لو كان عندنا الإمكانية نستمر هلأ على المستقبل رح يكبر كتير هيدا الملف في كتير أمور بدأ إعادة نظر فيها ومنهم الشيء اللي تفضلت فيه أكيد وهيدا كله عن جد يعني تصور هيدا جزء من هالمشكلة الكبيرة كلها أو جزء من هالمشاكل أو مشكلة من هالمشاكل بقى فكيف إذا جينا عم نطرح كل المشاكل عندنا نحن هيدي صعوبة وضعنا هلأ ولازم نشغل عليهم كلهم بالوقت السريع منشان هيك هيدا اليوم لازم نلاقي أي وسيلة لحل هيدا الوضع اللي احنا فيه ما لازم نضل نتخبط بقطع طرقات ومظاهرات خاصة عم بتقلهم انت انا ما عم قلكم توقفوا تحرككم طب اذا فتحتوا الطريق
وشو بيمنع تضلوا انتوا عم تتظاهروا وتتحركوا كل ليلة تعلوا صوتكم وتضلوا عم بتراقبوا بتقولوا ما في ثقة انه ما بتصير؟ ما انتوا وين؟ فاذا هون الثقة انا بشوفها لا، هني ما عندهم ثقة بحالهم، مش قادرين يحققوا، لانه حاسين. فاذا هني مثل شاف شيء وما شاف شيء، انه هلا وصلنا لهون هذه مره ثانيه مش قادرين نعملها. ليش ما ناقصكم الوعي؟ ليش ما فيكم تتابعوا؟ اذا مش قادرين تتابعوا فاذا اي مسؤوليه بدكم تستلموا؟ لا قادرين تالفوا وفد ولا قادرين توصلوا على مطالبكم. طيب كيف بدكم تديروا بلد اذا جينا سلمناكم هيدا البلد؟ مع انه ما بيتسلم بهذه الطريقه، وتطلع كل واحد فاشل بالانتخابات جاي نازل على الثوره وبده انتخابات اليوم مثل كانه لعبه. يعني نحن نطرنا، أنا من الناس اللي سقطوا بانتخابات 2009، نطرنا 9 سنين بتمديد وتمديد وأكل هوا لرجعنا وقت إجا الاستحقاق بوقته، رجعنا نزلنا على الانتخابات. بكرة صارنا سنة ونص مجلس نيابي ومن أفضل المجالس، والقانون مش قديم، وجايين هلأ على الانتخابات بعد سنتين ونص. أنا مش عبين في إذا انتخابات مبكرة والكل بدون إياها كحل فليكن، مش انه عم بيجي ضده، بس مش عم شوف فيها الحل انه هاي. واذا ما ربحوا بالانتخابات شو بنعمل لهم كمان؟ بنرجع بنعمل وراها انتخابات؟ انه يا بده يوصلوا هيك بالقوه ما بنعرف. بس ما نعرف من انه اذا ما ربحوا مين؟ من انه المبدأ؟ انا عم بحكي بقول لك مين عم قاصد. انا هلا قاصد كل اللي شفتهم، وهلا في اذا بتقول لي 10 اسامي بسمي لك اياهم، بس ما بدي فوت بالتسميات. اكيد لا، ساقطين بالانتخابات مش قادرين يجيبوا الحاصل، نازلين هلا بدهم انتخابات مبكره. بعدين ما بعلمي مش الحراك السياسي يبدو في محاولة للجيش لفتح الطريق بمنطقة البوار مثل ما عم نشوف. لايك اللي بيتعطب السياسي مش بس النايب الربح، كلهم يعني كلهم، يعني اللي ربح والما ربح كمان. نعم. يعني اللي فاشل والخسر ومثل الرابح، هاي كلهم يعني كلهم. ليش بيسمحوا للي يا عندهم طموح مع سياسي عم يشتغل، وبيسمحوا للي فاشل بالانتخابات انه هذا باحضان الثوره والباقي كلهم لا؟ هودي كلهم يعني كلهم، ما مش منطق كمان. عدم قلت لك انا ما بدي ارجع كررها شو المواصفات اللي عم بتكون لهودي الاشخاص الناقلين البارود اليوم ويجوا عم بيعلمونا على الاصلاح وعم بيعلمونا على الشفافيه والنظافه. مثل ما عم نشوف يبدو بدهم يقطعوا على شغلهم، بدهم يمروا العسكر لأنه منهم مسلحين. و بأي منطقة؟ بالبوار. لأنه أخذ يعني صار في كأنه مفاوضات مع أحد المسؤول عن قطع الطرق مع الجيش، بس بدهم يقطعوا ليروحوا. يعني مشهد مبكي. تعتبر هذا الأمر طويل هذا المشهد؟ كل يوم بنقول لا، بنرجع بنشوفه عم بيطول. يعني ما انا صار من جمعه عم اقول ما لازم يطول، لازم تخلص بقى. بعد فينا نحكي اذا هني قابلين على حالهم القوى الامنيه والقوى العسكريه يقبلوها، نحن عم نرفض لهم اياها لانه نحن مش هيك بدنا اياهم. واللي عم بيطالب بيقول بدنا الكلمه لهم، طب بدنا الكلمه لهم يكونوا فعالين كمان. شو الكلمه لهم ليكونوا تركين هالفلتين هذا عم يتمادى؟ طيب ما دائما كمان الواحد هو بده يتلقى المبادرة وهو بده يبين انه اهل فيها. ما فيك تيجي تقول انا بدي طلبكم انتو وكلنا عم نقول كلنا معكم ووراكم، ويجي هو بعمله ويقول انا مكتف. بالاخر هو حكى مثل القاضي اللي بيقول لك اتفقوا مع بعضكم. طب خي ما اتفقنا حكوم، قول الي حق ولا ما الي حق؟ إلو حق إنسان يقطع طريق؟ إلو حق يعترض؟ نعم إلو حق يعترض، كلنا مسلمين. إلو حق يمنعني أمشي على الطريق؟ لا ما إلو حق يسمح لي. طب أنا مش من رأيه ما بدي أعتصم معه، أو أنا من رأيه بدي أعتصم معه، طب افتح لي طريق لأروح أعتصم معك. ما إلو حق يتعدى حريتك. هنا عم بيقولوا إنه إذا انسحبوا من الطريق وفتحوا الطرقات العالم ترجع على شغلة طبيعية، وبتموت فإذا ما عنده ثقة بحالهم مش أهل ليستلموا مسؤولية. ما أدوا هيك يعني بالقوة. طب إذا بالقوة أنا بدي سلم جدلا إنه هيدي النظرية صح، طب روحوا خدوها بقوتكم بهاي القوة، روحوا خدوها فوتوا على الوزارات، طلعوا على قصر بعبدة. مش عم تقولوا بدنا نسقط النظام ما ضلوش يزقفوا ويطبلوا الشعب يريد إسقاط النظام؟ طلعوا شيلوا الرئيس من بعبدة، وهذا رئيس الحكومة بعد عنكم أمدار، فوتوا شيلوا. ما في حتى غير شريط شيك يعني، ما في شيء. لا ثورة، شو الثورة؟ مش ثورة اسمها،
لا بس هون عن جد ما في علامة استفهام انه ما شفنا قوة من القوى الامنية تحيط بالسراي وهنا على يعني المحتجون على بعض امتار. اكيد في جوا. انا بذات الوقت يعني أنا ما بعرف كأنه حتى ما انفهم غلط. انا نطرح اي احتكاك اكيد لا مع المتظاهرين بين الجيش والشعب. بس في اوقات ما اسمه احتكاك. طب 20 واحد قاطعين الطريق. انا مش قصة بيجي مثلا يا عيني يا روحي ازيح وما زيحوش بقوم بفل. لا ما في اجراءات بتتاخد من تحويلهم على القضاء من توقيفهم من يعني اخذ اجراءات ان يكون جدي انا بدي افتح الطريق ولا انه بيسمح بهالشيء. بعطيكم مهله مثلا اذا بدي يكون لطيف معهم وانا مع هيدا الشيء عم برجع شدد لما انفهم غلط. انا مع انه اخذهم بهدوء وعدم الاحتكاك معهم لانه هيدي كمان اي طريقة عنفية أو غير قانونية هايدي بتنعكي سلبا على الوضع ككل. بس انه كمان ما فينا نضل هيك. رح نرجع على طبعا اتصالاتكم بس ترد على 01-491-702. وهلأ مع عناوين الصحف مع الشرق. الشرق عنونت سلامة الذين عانوا من قراراتي يتهمونني بالفساد. قبل ما نتابع رح نرجع لزميلنا جورج عبود بمنطقة جسر الواطي. جورج تفضل. نعم عبدو، يعني عندها نقطة جسر الواطي سن الفيل اللي كانت قطعت منذ الصباح الباكر من قبل عدد لا يتجاوز أصابع اليد من المحتجين. الجيش اللبناني تدخل عند الساعة 8:10 وعمل على إعادة فتح هيدي الطريق من بعد ما كان السير وصل لسن الفيل والديكواني، وبالتالي كان في نقمة كتير كبيرة من قبل الناس اللي عم يسلكوا هيدي الطريق. أكان نحن عم نحكي أوتوستراد، عم نحكي أوتوستراد سن الفيل اللي بيوصل على جسر الواطي وصولا إلى جسر الفياض والأشرفية، والعكس صحيح عند نقطة سوق الأحد. يعني كنا شفنا السير صباحا كان كثير زحمة سير خانقة، العالم كان عندها نقمة كثير كبيرة عند هيدي النقطة، إلا أنه تدخل الجيش كان كثير سريع مما أدى إلى إعادة فتح الطريق بسرعة هون عند هيدي النقطة، وبالتالي عم نشوف حركة السير إلى تحسن تدريجي. يعني خفت الزحمة، تنفست شوي هيدي الطريق والعالم عم تسلكها حاليا بشكل طبيعي. عبدو؟ نعم، شكرا لك زميلنا جورج عبود، يعطيك العافية أنت وكل فريق الأو تي في المنتشرين على الطرقات في بيروت والمناطق. ننتقل لصحيفة البناء لنخلص الصحف ونرجع نتابع حديثنا مطولا. البناء عنونت واشنطن تنهي مرحلة هجومها تحت راية البغدادي بقتله، وترامب يشيد بتعاون سوريا، الحراك يحاول تشكيل سلسلة بشرية أمس ويستعد لقطع الطرق اليوم بالسيارات، لا تعديل ولا تغيير في الحكومة، وصفي الدين يحذر من التلكؤ في الورقة الإصلاحية. في اللواء السلسلة توحد الانتفاضة واثنين الاختبار اليوم، من يرفض حكومة 14 ويطرح معادلة الحريري باسيل وثلاث شخصيات لبنانية خط أحمر، أو عون يرفض عفوا وثلاث شخصيات لبنانية خط أحمر، اثنين الاختبار اليوم، شو يعني؟ كأنه كل يوم في اختبار؟ ما كل يوم عم بيصير يعني. انه قالوا مثلا سبت واحد مظاهره مليونيه، طب ما صارت، ما اخرت ولا قدمت، ولو صارت كنا بعدنا نحن مثل واحد قاعد عم بيضيع وقت حقيقه. يعني صاير الهدف انه ما بعرف شو ناطرين يعني. اذا عمليه مين بيلوي ذراع الثاني شو كباش القصه؟ انه هي عن جد لعبه كباش؟ طب اذا ما عم بيحاور، طب اذا في حيلا ازمه بين شخصين بين فريقين بده يكون في وفي طرح للحوار، او لك لازم يكون في وسيط، ما بعرف يعني. خلينا ناخذ اتصال ونرجع للجواب. الو الو بونجور. بونجور، بدي اعمل مداخله. تفضلي احنا على الهواء. تفضلي. نعم، نحن كشعب كنا مع الثوره اول ما بلشت. نعم تفضلي عم نسمعك. تسمعينا من التليفون مدام مش من التلفزيون ليضل التواصل هين بيناتنا. اوكي، نحن كنا شعب مع اول ما بلشت الثوره كيفنا، وقلنا لبنان بده يتغير ولبنان بلد جديد. انبسطنا للشعب اللبناني انه اخيرا تحرك ضد الفساد،
بس صرناش نحن كنا نحن كشعب فاسين عم نفكر طرقات بعض. نحن اذا ما نقطع طريق ما نسال شاب عمره 15 سنه نترجاه ليمرقنا. صارت العالم عم تطلب الهويات وكان الحرب الاهليه. صارت العالم مش عارفه شو بدك. الواحد بيطالك بيسمع واحد قال نحن بدنا حكومه تكنوقراط, بيصير واحد ثاني بيقول لك بدنا حكومه تكنوقراط مش عارف شو هي. عندك محطات اعلاميه عم تنقل اللي بدها اياه والله اعلم من وين تمويلها. صار الكل بده يعمل اسقاط للنظام, مش عارفين هن كيف بده يمشوا النظام. اذا انا عم نطالب نحن هذا الجيل الجديد يحمل النظام وهو عم يفكر الطرقات على العالم, هذا الجيل بيتحمل الطرقات, واحد عم يرقص وعم يأدي على الطرقات. يعني مش مفهوم الشعب شو صار بده, بده تعديل ومش عم بيعطي فرصة للحكومة تعمل تعديل. مش عم بقول هذه حكومة موثوق فيها بس اعطوه فرصة. يعني بعد ما مسكرين الطرقات ومش عم تعطوا فرصة للحكومة اصلا تبلش بالإبدال. مش مفهوم الشعب شو بده. هذه الثورة ضاعت من كم يوم وصار الشباب بدأ ترقص وتسيف, ولادنا قاعدين بالبيت, نحن قاعدين بالشغل بلا شغل. يعني نحن جينا الصراحة من كندا نقلنا على لبنان عشان نبلش حياتنا بلبنان, عشان مثل الصدق اللي قال القربي قربي, اللي عم بقول بده يروح يعيش ببلاد برا يروح يجرب ببلاد برا وبعدين يجي يحكي على لبنان. جينا لهون لنعيش بوطننا, والصراحة شعبنا بيّن انه ما بيتغير. يعني لما صحلنا قلت بنصير كلنا من الشاب, صرنا كنا من الشاب ببعضنا. واللي عم بقول ما في طائفية, الطائفية كل واحد مننا عم بفكر الطريق يطلب هويته. يعني هي قصة صارت اسقاط عام واسقاط بسين, ما هي اسقاط حدا تاني. يعني ما حدا عم بيحكي عن حدا تاني غير ما بتسمع غير بسين. وعم هلأ عم يطلع يقول انا ما بدي بسين, بتلاقيهم كلهم ضبطوا بيوتهم. جعجع انسحب من الحكومة وهلأ ما عنده شي يخسر وبعد ملشيته على السرقات. ومين عم بيدفع تمن المواطن اللي ما عم بيقدر يشتغل لاخر الشهر بده يدفع فواتيره وما في مصاري. نعم. بدي افهم كل واحد عاطل على العمل قاعد مفكر الطريق على اللي بيشتغل, والجيش قاعد بده يبسطن ديون. انا مش عارفه اي دوله جيش عم بيبوس ايد المواطن. يروحوا يشوفوا القمع بامريكا والقمع بفرنسا اذا بده يحكم في البلاد برا, يروحوا يشوفوا الفقر بامريكا والفقر بفرنسا اذا عم بيحكوا عن لبنان. يعني هيدا صار فيه مش مقبول. أكيد. نحن كشعب بعتقد لازم نحن نقوم ضد الشعب ضد بعض مصرنا. لا ان شاء الله ما نوصل. نحن عم نتبهدل والدولة قاعدة عم تتفرج ونهايتها وين؟ نزلت تظاهرت انا بمصر بلبنان, شميت السكر وشميت الحشيشة وحملت حلو وفلات على الباب. اذا هذا الشعب اللي بده يثور ضد دولته مش شعب بده ثورة هذا. نعم. شكرا لاتصالك مدام. شكرا لك. والمزيد اكيد على 0-1-491-702. صرخه كبيره وعم بيجينا كثير واتسابات انه بالمعنى انه ما عاد فينا نتحمل اكثر من هيك. وصل اخر الشهر في ناس بلا اموال ما عندها مصاري كفيه. بعتقد صابت بحديثه لب الموضوع كمان اليوم. اكيد في شق مهم هو شق اقتصادي اجتماعي, بس ايضا في شق اخر سياسي. وإذا ما نظرنا للموضوع على بصورته الحقيقية منكون ما عم نعرف نعالج البلد. مش بس في أزمة اقتصادية, في أزمة سياسية أيضا, وهون استهداف الوزير بسيل. وبالآخر أنا أكيد ما عم بتهم الأبرياء اللي هني صادقين, بس اليوم مثل ما قالت كتار نزلوا بالأول ومقتنعين وهيدا شيء طبيعي. في داخل في شيء كان عم يتحضر. ودائما اللي عم بيحضر ما بيخترع اشياء, بيشوف شو في ثغرات بيشتغل عليها. صحيح في ثغرات اجتماعيه وفي وجع الناس تم استغلالها. هو عنده هدف اخر. خلينا بس هيك اذا واحد بده يربط بده يطلع بشكل اوسع ويربط الاحداث ببعضها. صح. قبل هيدا التحرك شو كان في حرق؟ كان في 40 حريقه بلبنان ليلة ما فيها ضوء قمر. 105 أنا اللي اتبعت بأول لحظة أول 40 لحظة 40 صح. وموزعين صح. قبلها كان دولار. في أزمة قبل أزمة الطحين بنزين. قبلها أزمة المحروقات. قبلها أزمة الدولار. قبلها جمار تراست بانك والتهديدات. قد ما فيك ترجع لورا بتلاقي فيه إذا بتربط الأمور ببعضها سيناريو. طب ليك مش اليوم لازم تكون أزمة الطحين بعد 12 يوم أكثر من وقتها. أكيد. مش أزمة المحروقات اليوم لازم تكون هلأ تظهر بعد هاي الأزمة. هيدا وقت بدك تربطه مع بعضه تعرف أنه شيء منه هيك إجا بالصدفة.
وعم برجع دي ضل شدد لأنه هلأ بفوت عم يسمعني من نص الخط بخمن عم بتهم هودي أصحاب الحقوق إنه هني إلو داخلي هني لا. شفت قد إيه لازم ننتبه على الكلمة لأنه للأسف يجتزأ الكلام دايماً كتير دايماً. هيك أنا رش عم يعني كلامنا أو كلام تشوفنا تجتزأ الجملة ونحط بمرأة هني أصحاب حق وهني يعني. مش متهمين بالعكس نحن عم نقول لهم أنا يمكن أول تويت بأول نهار توجهت لهم قلت لهم أنتوا لحسنيني أنتوا أصحاب حق صحيح انتبهوا من اللي بده يجي يستغلكم لأنه جاي يستغلهم مش همه هذا الهدف تبعهم همه هدف وعنده غير أجندة هو نحن اللي بهمنا وهون إجا عبي أنا ليش قلت كل هيدا الحكي لأن بس قالت نحن وقت بلشت نحن معه أنا حابب أقول هلأ كلنا نحن مش بس معه وبعدنا معه صح. أنا اليوم عندي خشية أنا فزعان أكتر منهم إذا اليوم همدت ونسيناها أنا بدي إياهم يضلوا هيك قال لهم فخامة الرئيس حيفكروا أنه اليوم بس عم نقول لهم اطلعوا من الشارع خليكم بالساحات إذا لا سمح الله فلوا من الساحات بنكون نحن كلنا أكلناها إذا نسيوا هيدي المطالب بنكون أكلناها أنا عشو وقتول أنا فريق السياسي رح أقول لك أكتر فخامة الرئيس عشو متكل هو متكل بالمواجهة على قوته بالشعب اللبناني وأنا عم برجع أقول أنا كمان مهمتي بالحياة تكون شاهد للحق أنا وقت صار اتفاق على انتخاب فخامة الرئيس قبل ما يصير الانتخاب عملنا آخر اجتماع للتكتل أنا بعدني حافظ حرفيا شو قال قال أنا بكرة بدي اتواجه مع السياسيين لأنه هني بدون يوقفوا بوجه كل إصلاح بدي أطرحه أنا إذا تعرقلت وما قدرت حقق شيء أنا بدي أرجع للشعب وكل مرة كان يرجع يقولها بدي أرجع لكم وقت اللي طلعنا كلنا بمناسبة انتخابه على قصر الشعب رجع قال خليكم حاضرين أنا بدي عوزكم نعم رح نرجع لك أستاذ بس معنا كمان اتصالات حتى من نطر الناس صباح الخير صباح النور يعطيكم العافية أنا بدي حييك أستاذ عبدو حي نتالي حي ضيفك الكريم تسلم أهلا وسهلا فيك وبدي أقول شغلي تفضل أول شيء تنقطع إيده كل واحد بيحرق دولاب على الطريق وبيشوي المنطقة نعم منطقتنا نظيفة حاجة وسخوة بقى نعم تاني شيء بدي أسأل فخامة الرئيس شخصيا ودولة الرئيس الحريري وقايد الجيش ووزير الدفاع ووزيرة الداخلية كيف قابلين يتفرجوا على هيك مشهد انه اذا ما بدهم يتواجهوا مع المتظاهرين او مع السائرين اذا بدنا نسميهم بالقوة بالحسنة بالاحرى اذا ما زبطت بالحسنة وين القوة واذا ما استعملنا القوة بهيك جو اين بدنا نستعمل القوة لشو قانينا طيب يعني هلا كل ما طلع عبيله واحد بده يحرق دولاب ويجوي منطقة أنا قاعد هوني بالمتن خيي هلا السما سوداء قدامي ليش سوداء وليش سكتين طيب بقى يشيلونا هودي هالجاي عم ترقاد يشيلوها معلش إذا هالكم شخص سودي طلع عبيلهم يفتحوا عحسابهم لا مش مسموح هالقدي إلى ما هذا التنادي ولو وين رايحين خيان. بعدين وين الدولة وين السلطة ما عم يأتوا بأي حركة خيي ما عم يأتوا بأي حركة لا سلبا ولا إيجابا لا مفروض يتحرك شو مبسوطين بالفرجي يعني نعم إذا مبسوطين بالفرجي ما بقى تنحمل القصة عيب حرام نعم شكرا لاتصالك لأنه بعد معنا اتصالات تانية ناطرة كمان ناخذ اتصال ألو صباح الخير صباح النور كيفك أستاذ عبدو الحمد لله تفضل تحياتنا للنائب سليم عون شكرا قد ما الشعب اللبناني ذكرته منيحة ما بقى حدا يسترجي يقول اسمه بس نزلوا الميليشيات على 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 الطريق يعطيك العافية مزبوط معك حق أنا اسمي جوزيف سليم جوان من ضيعة بمنطقة البترون اسمها زين لا أنتمي إلى التيار الوطني الحر نعم أوكي بدي أقول لك شغلي دايما يقول الكاتب الأمريكي إيرفين بابت تندثر الشعوب إذا فقدت الرؤية لديها أما في حال وجود رؤية سيئة فإنها تندثر بسرعة أكبر أي والله دايما بنسمع أستاذ عبدو أستاذ سليم بيقدر يصلح لي أنه اتفاق الطائف هو اتفاق جيد ولكن طبق بشكل سيء صح؟ صح
أنا بدي أقول لك أن اتفاق الطائف هو اتفاق سيء جدا ولكن طبق بشكل جيد جدا، لأن كل الهدف منه وقتها كان إزاحة العماد عون من بعبدة وهذا ما حصل. نعم. ثالث شغلة بالنسبة لموضوع الصهر، دايما بنسمع عن الصهر، أنا بدي أقول لهم للشباب دخلك معالي الوزير فارس بواز مش صهر كان؟ دولة الرئيس الياس المر مش صهر؟ ما حدا كان يجيب سيرتون، تعرف ليه؟ لأنه كان في صهر ثالث اسمه آصف شوكت، هذا لمعلومات العالم صهره للرئيس الأسد، بس هذا كان ممنوع يجيبوا سيرته حتى مشان هيك. وآخر شيء بحب أقول لهم للنايب سعادة النواب نعمت فريم وشامل روكوز، بقول له للنايب نعمت فريم الله يرحم بيك، وبقول له للنايب شامل روكوز تذكر جيدا من وضع لك الزرنيخ في الطعام، الزرنيخ يعني السم. نعم. إذا أنت نسيت نحن بعد ما نسينا. نهاركم سعيد. شكرا. أهلا شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. أكيد في عنا رسالة من أستراليا بتقول صباح الخير، تحية لك ولزميلتك وللمناضل الكبير الصديق سليم عون. يعني نحن من أستراليا عم نراقب أخبار الثورة، يا عيب الشوم الثورة حطتها بين هلالين، يا عيب الشوم على هيك ثورة. مش كلهم يعني مش كلهم، لأنه جنرال عون أشرف منهم كلهم، يعني كلهم. ربيع عون هيك بيقول من أستراليا. كمان اتصال. ألو. شهدته مجروحة ربيع. يعطيك العافية، تفضل. نرور روحانا معك. يا هلا فيك. أنا أول شيء بدي أوجه تحية للنايب سليم عون. شكرا مرور. أقول له يعطيك العافية. الله عافية. أنا اليوم بدي أحكي شغلة كثير أساسية. تفضل. بدي أقول لهم أنه عن جد أغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. اهدينا على محل فوضى لأربع خمس سنين، انهيارات تامة. مطلوب اليوم الجيش يتحرك والرئيس يضغط على قائد الجيش ليتحرك. نعم. أنا برأيي القائد اليوم متواطئ، بكرة بس ما يصير معيش عسكريته 400,000 $400 و $300 كيف بده يهدي عسكر 20 أزعر و 15 أزعر بيسكروا الطرقات، والجيش عطول اللي نحن نتغنى فيه ونقول إن هو حامي الوطن من جوا ومن برا، شو عم يعمل اليوم؟ عم يخرب الدنيا أكثر ما هي مخروبة؟ هيدا رأيك على كل حال. بعد عندي شغلة. تفضل. أنا عندي فريند على الفيسبوك اسمه مارون روحانا، أنت ولا غيرك؟ أنا. إيه أوكي. بالنسبة لشغلة مهمة بعد، بيقولوا هيدا العهد نعمل إنجازات. أنا بدي أقول لهم شغلة، أهم إنجاز كان حماية الحدود وتطهير الجلود، معركة فج الجلود اللي عملها فخامة الرئيس ومش حاجة تاني. نعم. وحب أختم وإن شاء الله بهاليومين يبين معنا قصص جديدة، وإن شاء الله الأزمة تتحل حل، لأنه يمكن بمحل المحلات بعد في مخرج إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا لك. في لك تحية من دكتور جوزيف بارود رفيق النضال العزيز سليم عون. أنا كمان بوجه له تحية. بيقول رسالة إلى المسؤولين في حزبي القوات والكتائب انطلاقا من رأي شخصي، رأيه لألو، أن الانقلاب على الحكومة في الشارع هو انقلاب على الانتخابات النيابية ونتائجها التي أفرزت نواب مسيحيين ومسلمين بالمناصفة منتخبين من شرائحهم الحقيقية، وأن قطع الطرقات يزيد الحالة الاقتصادية سوءا أكثر مما هي سيئة ويشكل خطر على سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكي، وأن استهداف وكسر جبران باسيل في هذا الوقت بالذات هو إيقاف للضغط الذي يقوم به من أجل المناصفة في الدولة ووظائفها، وكذلك إيقاف العمل الضاغط من أجل إخراج النازحين السوريين من لبنان وإبقاء الفلسطينيين فيه مع التغيير الديموغرافي الذي سينتج عن ذلك. وإذا رأينا مطالب المتظاهرين نرى أنهم يريدون حكومة انتقالية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي، فعود بسلامتكم نواب مسيحيين بمجلس النواب، بالتالي هل تدرون ماذا تفعلون؟ قبل ما نروح لاتصال بس بدي انطلق من سؤاله لمستر روحانا أو لفتة نظره أخذتنا لسؤال بوجود يعني فخامة الرئيس اللي قضي على الإرهاب ومعركة فج الجرود، لو لم يحصل ذلك شو كنا شفنا اليوم إذا بعد داعش والإرهابيين موجودين على أرضنا؟ صحيح، ما هي من الإنجازات اللي أنا كنت هلأ ناطر لأخذ الكلام، لأنه رأيه كل مين رأيه حر فيه، وأنا مني مخول بالدفاع عن قائد الجيش، بس كمان كلمة حق تقال.
من المرات كمان القليلة من بعد خروج سوريا من لبنان اللي شفنا كيف وقت اللي صار القرار اللبناني تم اختيار قائد للجيش عن جد إنجازاته اللي بدها تحكي عنه. صحيح. اليوم هيدي العملية اللي عم نفتخر فيها كمان هو كان له الفضل الأساسي. صحيح. فيها الجيش اللبناني وقائده العماد جوزيف عون. فإذا مش هناك أنا مش للدفاع عنه وبحترم كل الأراء اللي بتنعطى، بس كمان بمحل معين ما فينا إذا في بعض مواضيع مش ظاهرة كتير إلنا دغري نحلل فيها يا بالتقصير يا بأكثر. كل التحيات للعماد القائد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، لكل فرد من أفراد الجيش اللبناني. بيانت بوكيديس كانوا يقولوا من نقي أضعف ضابط لنعمله قائد للجيش، هيدي أيام الفترة فترة سوريا بلبنان. اليوم نعم. إجا تعيين قائد بمحله، وبعتقد هاي من الأشياء اللي كنا عم نفتخر فيها نحن. خلينا نشوف النائب آدي معلوف أيضا بده في عنده كلمة بده وجهها للنائب بولا يعقوب. عم نسمع سوا. مرحبا. بعد ما شفت الفيديو تبع النائب بولا يعقوب يلي عم تحكي فيه عن قانون رفع السرية المصرفية، شو صار من تداول داخل مجلس النواب وقت انطرح، وقت شفت انه في تضليل تشويه للحقائق، حبيت اوضح كم شغله. اولا مظبوط انه هي قدمت القانون 26 حزيران، ومظبوط كمان انه هذا القانون كان مبني على قانون مقدم التيار الوطني الحر سابقا، وانه ادخلت عليه بعض التعديلات، ومظبوط كمان انه في نايب واحد من التكتل طلع عبر عن وجهة نظره وعن عدم رغبته للتصويت الى جانب هذا القانون. ولكن مش مظبوط ابدا هو انه نحن كنواب تيار وطن حر ما صوتنا الى جانب القانون اللي مقدمته النائب يعقوب يوم. وانا بالذات كنت حريص انه فرجيه للنائب بولا يعقوب يوم انه نحن صوتنا الى جانبه، وزملائي كمان النواب صوتوا كمان الى جانبه. ولكن اللي خلي سقط القانون صفة العجلة لهذا القانون هن باقي التكتلات يلي ما صوتوا إلى جانبها. فضروري كان وضح الموضوع هيدا، لأنه تشويه الحقائق منه مظبوط أبدا. وأنا بالنسبة لألي المصداقية هي أساس نجاح كل قضية أو تحرك محق ونبيل ونظيف، وبالآخر ما بيصح إلا الصحيح. صح إلا الصحيح. صحيح. ختمها بطريقة صحيحة تقريبا ذات الكلام اللي حكيته أنا. وهلأ هو وعم يحكي قادي تذكرت بلحظتها بس مين كان حوالي. نحن كلنا وكنا أخذين قرار، مش إنه بنت ساعتها، ما نحن مدرس جدول الأعمال قبل وبناخد قرارات. نحن أخذين قرار تصويت كامل الأعضاء لا أو كامل النواب لا هيدا القانون. بتذكر بس اللي كانوا قاعدين حوالي، بس ما كنت بدي أقول الأسماء بفزع أنسى حدا، بس الأكيد منهم إيدي حكمت ألان إبراهيم كنعان أنطوان بانو سيزار سيمون جورج عطلة، كلنا كنا وإدارة ربلسي كلنا ما قاعدين حد بعضنا، بتعرفي بلحظتها مين بيصوت بنرفع إيدنا بننتبه لبعضنا. كلنا صوتنا مع إقرار العجلة بهذا القانون، بس مع الأسف ما كنت عم تطلع أو لا طلع شيء. لا ما هيدي السيء بالموضوع، عرفاني بحكينا احنا وياها، ما هي قريبة منا وهي شافتنا كلنا كيف صوتنا، ومش غيرنا إلا صوتنا. وانتبه يمكن دورة رئيس فرزي ما انتبهت لأنه بيقعد فوق، ما انتبهت شو صوت. لا ما مانع على كل الأحوال، بس بالنقاش أبدأ رأيه اللي قلت لك إياه، أنه انتبهوا من هيدي ملاحظة عطاها. حتى ملاحظة دورة الرئيس ما أثرت علينا، ضلينا صوتنا بالكامل معه. تروح تشوف المصوت وما تستعملها هلأ هيك بنعومية وبطهارة يعني، لا عن جد عن جد هيدا شيء محزن. ما بدي ارجع كرر اللي قلته، الدعاية خليها للدعاية، مدرستك خليها بمدرستك، والكلام السياسي ما يكون منمق لها. خلينا نروح لاتصال كمان. ألو كتار الاتصالات أستاذ سليم اليوم. صباح الخير. كيفك؟ يعطيك العافية تفضل. أول شيء يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. الله يعافيك. تاني شغلة، أنا مني بالتيار الوطني الحر، أنا لعيب أول متقاعد بالجيش. نعم. أهلا وسهلا. أنا بدي أسأل سؤال. وقت العونية كان ينزل عبد القادر كنا ننزل نكمشهم
مش كف نضربه ولا نضربه بالسرمية، كعب بارودي عبوز وكنا نهر له سنينه. ما عم بفهم كيف جيش بينزل بك مع مظاهرة الساعة 12 دور واحد. اثنين، المظاهرة بالزوق وبجل الديب بس وبمزرعة يشوع بس. ليه؟ ثالث شيء، مش الشعب انتخب نواب؟ ليش ما بيشرف مجلس النواب بيجتمع وبيصوت؟ قادر ياخذ قرار ولا لا؟ يتفضل جماعة الحريري وجماعة بري وجماعة حزب الله وجماعة التيار الوطني الحر وجماعة القوات وجماعة الكتائب، صوتوا على كمع المظاهرات. نحن بصغار كنت قلو لبي بدي روح على الكشافة، كان يسلخني كفي يور الاسناني. هلا ولد عمره 3 سنين بقلو لبي وبدي ايباد مسترجم يجيب له، لوين رايحين؟ أي. انا بوصل على الطريق 3 اولاد عمره 15 سنة بدي يلا يلا قلي. لمين عم تقول قلي؟ هاللغال عم تستعمل على الطرقات. نحن اذا مطولين بالنا كرمال شخص قاعد بقصر بعبده تعب وتعبنا معه. انا بذكر انا باكد لك ما تعب ونفسه طويل رح يتعبه المطخف ومكفى وصامد وكل املنا فيه. بعد اذنك مش تعب، انا ما عم قول تعب لا بس تبع حدا يفسر عزا وبتعرف لانه شاطرين بهالايام بيفسروا الكلمه مثل ما بده شو بياخذوها كل حدا يعني. خليني كفي لك تفسير التعب. اكيد تعب توصلنا على بلد اسمه لبنان، تعب تعمل استقلال، تأخر تعمل استقلال. بس أنا اللي عم أقوله إنه خلصنا، عملوا اجتماع مجلس نواب خذوا قرار، لأنه نحن اللي عم نحسه لما بينزل الجيش الساعة 12 الظهر هينزل الساعة 4 والظهر. بعدين أنا ببيتي إذا عامل حفل الساعة 12 بالليل بطب علي الدرك بيقول لي عم تزعج العالم وطي الموسيقى. أنا بعرفهم بمزرعة يسوع مسؤول حزب الكتائب هو القاطع الطريق وهو اللي بيواجه جماعته. نعم. وجل الدين القوات والكتائب كذلك وبالذوق كذلك. طيب ليش عم نغمض عيوننا ونور ونبقبش؟ منيح اتفقوا الكتائب والقوات على شيء هالفترة يعني. ما بدك تقولي حي عنا، ما خلصنا بقى. شو ناطرين؟ وبعدين ما بدكم تفوتوا كنواب وكجيش تحلوا القصة؟ طيب اتركونا ننزل نفرجيكم كيف الحال. بعدنا بنعجبكم وبعدنا قادرين نفتح طرقات وقادرين نفتح غير شيء. مش نسواننا وبناتنا اللي بيتبهدلوا على الطرقات. نعم. تعبنا وحطينا دم مش تنوصل لهون. اكيد. يجتمع مجلس النواب وياخذ قرار بالتصويت. وبدهم هلا يطلع رئيس جمهوريه وفورا يعلن انتخابات نيابيه تشوفوا مين بيمثلوا هودي على الطرقات. قبل نعم. 15 سنه صار بده يفهمنا شو القانون وشو الدوله. وانا بوجه له تحيه لاحلى رئيس والله يقويه. بعدين في شغله وحده بدي اقولها سريعا لانه في كثير معلي. اوكي عرفتي. اكيد. العميد شامل روكوز قاعد على جنب بسيطه، ما انت من الاساس قاعد على جنب وما في ضابط يشوف حاله لانه كل الضباط عم يشوفوا حالهم اذا بينوا ورا تعبنا ورا دمنا. ما في ضابط مشي قدام عسكر. نحن اللي فتنا ونحن اللي هزمنا ونحن اللي عملنا معارك. شامل روكز لما لقى على الارض ما في حدا وراه قام قلب. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. يعطيك العافيه. ليه ما بيجتمع مجلس الوزراء؟ مجلس النواب كمان. مجلس الوزراء ما شفنا رجعنا اجتماع له تيطبقوا يلي اقترحهم الرئيس سعد الدين الحريري مثلا. مطلوب من مجلس الوزراء هلا اجتماع في بوادر من المجلس النيابي. يعني لكن ما بدي نستبق بموقعي هلا اجي بين. نحن لازم نكون بهالوقت هيدا متضامنين خاصه مع الرئيس سعد الحريري لانه بالاخر المستهدف ايضا بكل هيدي الحركه هي التسويه. حتى هو احد اطرافها. نحن ولو في اوقات اشياء بيكون عندنا راي مغاير بنقول له اياها بالوجه. اليوم بالحديث اللي عم بيصير بين الوزير باسيل والرئيس الحريري او بين فخامة الرئيس والرئيس الحريري كل هيدي الامور عم تندرس وتنطرح. واللي منيح اللي بحب اقوله في تعاون
وفي تبادل أفكار ولو أوقات ما بنتفق على موضوع، بس بشكل عام الأمور جيدة والأفكار عم تنبحث. وقت يلاقوا صار في لزوم، هو الاجتماع مش للاجتماع، الاجتماع لإقرار شيء معين. ما بيسوى يصير في اجتماع ويطلع فاشل. صح. أكيد هيدا بس الوضع، بس تنضج الأمور يعني برأيك بصير يعني في حد أدنى من الأمور لازم يعني تكون بعد ما يخلص الاجتماع يكون صار في شيء عملي، لأنه بتعطي مفعول معاكس. إذا صار اجتماع صار بهالاجتماع ظهر أو خلاف أو ما طلع في شيء مهم. طيب إذا بدنا نحكي يعني المرحلة المقبلة اللي متوقعة، الأفضل اليوم التوجه يكون نحو إلغاء الحكومة، أو يعني إذا بده يصير في تعديل كمان الأطراف الكبار إذا فينا نقول، أو الأقطاب هن ما يكونوا موجودين. يعني يحكى أنه إذا ما بده يكون الوزير باسيل، ما بده يكون الوزير علي حسن خليل، كمان رئيس الحريري ما لازم يكون في أنا بدي أقولها بغير طريقة، بده ينحط معيار يتطبق على الكل. أي معيار بك تعتمدي، بدك تقولي ما بدي سياسيين، عند الكل ما لازم يكون في سياسيين، رئيس حكومي ووزراء. بدك تقولي ما بدي يكونوا بمجلس النواب، بدي افصل النيابه عن الوزاره، بده يتطبق على الكل. حتى رئيس الحكومه، لانه في بعض عم يفصلوا انه وزير غير رئيس حكومه، والعلم انه هو وزير الاول. لا يعني ما فينا، بنحط معيار وبيتطبق على الكل، لانه صحيح عم بقول لك حاملين كل شيء بصدرنا، بس نحن مش ما بنقبل نكون كبش محرقه وعم نغطي الكل. نحن اليوم بمواجهة، بس عم نحمل أخطاء أو تعثرات أو ماضي مين؟ كل الأفريقاء السياسيين واللي مشاركيننا بالحكومة هلأ من 90 للـ 2005 نحن ما كنا. المستقبل كان، حزب الله ما كان، أمل كانت، الحزب التقدم الاشتراكي كان، كانوا كل هذه الأطراف كانوا موجودين. وبعد 2005 ضيفي عليهم أيضا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية. ما في الواحد يتنصل هيك من المسؤولية. ولا عسيرة بولا يعقوبيان كمان، ما هيدي مش لحطاب. أنا 20 سنة بنظر مع هذا الفريق السياسي نفسه وبمرنه، وأنا كنت منخرطة للعظم معه. صحيح. شبابي ما فيها ضوء أمر، بلبس غير بدلي، بتنكر لكل شيء وصار كله سيء وانت جاي تصلحي. نفس الشيء هون، ما بيقدر كل واحد اليوم يطلع ويقول أنا خلص أنا بطلت مسؤول، روحوا دبروا حالكم. هيدا اللي عم بيصير. يعني استقالة القوات ما بيعفيها من كمان محاسبة الفترة كمان. بس هلأ اللي عم ينطرح، فإذا ليكي وين أهميتها. نحن برأيي لازم نلعبها هيدي اللعبة. واليوم بإحدى المداخلات قالت أنه شيلوا الوزير باسيل، صار كل شيء مقبول. طب مش عم تقولوا كلهم يعني كلهم؟ طب ليش بتقبلوا انه ترجع تكفي حكومة برئاسة الرئيس الحريري؟ مش كلهم، مش من كلهم؟ ليش بتقبلوا تكفي وفيها حركة أمل؟ مش من كلهم؟ ليش بتقبلوا تكفي يعني فيها الحزب الاشتراكي؟ يعني مكشوف شو الأهداف واضحة. بس خلينا نقول شيء عن التحكم المروري، غرفة التحكم المروري، إعادة فتح السير على مستدير كفا الرمان النبطية، وإعادة فتح طريق ترشيش زحلة، وانتشار كثيف وحسب مندوبينا بالمناطق انتشار كثيف لعناصر من الأمن العام على طول الأوتوستراد الممتد من الجديدة وصولا إلى نهر البت. فيزا شيء على ترشيش هيك بدنا نشوف شو عم يسألوا، لأنه حسب الصور عم شوفوا عن هالكلب سيارة بسيارتها عم بيحكوا معه، وبعدين يبتقطع يلاف. أنا إذا حكيت شو الوضع بمرقوني، هلأ أنت تيار وطني حر مش لازم مرقوني. خلينا نروح سريعا كفي. كاريكاتور الجمهورية أنطوان غانم، ترامب يعلن مقتل أبو بكر البغدادي، هيدي إلى تأثير بالمنطقة عنا ما حصل؟ لا وما نحن ملتيين بهيدي الخطة، أصلا تلفزيونات العالمية كلها كانت فاتحة مبارح بهذا الموضوع. حتى بالمنطقة أكيد إلى أهميتها اليوم. هيدا الواجهة والرمز تبع داعش من أكيد سهل. مش هينة أكيد حدث مهم. 50 سنة لورا أستاذ. أيوة نرجع تكتب معنا من نهار مثل نهار من 50 سنة، 28 تشرين الأول 1969، النهار في ينطا ودير العشائر وعيحة، ومع فاروق المقدم في الضنية. رصاص بيروتي ليلي يخرق جو العودة إلى الهدوء، عرفات لا مفاوضة إلا على أساس الحرية للفدائيين، كرامي قائد الجيش يسافر إلى القاهرة خلال 24 ساعة. حكيت عجرحهم كل أيتام عرفات. نعم.
وهيك هلا كمان صاروا وقت الانتفاضه كان لا ما هودي كل هودي بقايا اليسار وايتام عرفات اللي هلا اليوم تتذكر منيح هذه الفتره انا لا كان عمري 6 سنين حلو للسفير السوفيتي بس بتذكر البعض يعني ما هي كانت امتداد صحيح كانت يعني عشيه الانتخابات 1970 انطلاقا لل 75 وبعدين وصلنا للحرب حلو للسفير السوفيتي عم نحكي عن رئيس حلو الله يرحمه ليس في نيتنا استدعاء الاسطول السادس الامريكي هل يتدخل السفير لوقف الحملة السورية؟ نعم ما سمعت السؤال لا هو كان طرحين السؤال أكيد لك لا بقى أنت عم تذكرني قلت لي صارت انتخابات 1970 1970 انتخابات الرئاسة صح بال 70 أنا ب 72 أنا ليش كنت كيف انتخابات نيابية انتخابات نيابية ذاكرها كمان منيح لأن والدي كان مرشح كمان يعني 72 اللي كانت آخر انتخابات 20 سنة اللي صارت ب 92 مقاطعة المسيحيين نعم. وقتها لأنه كنا بنعرف الظروف كنا عايشين حلو وكرامي يتداولان بحضور كبار العسكريين موضوع إرسال وفد إلى القاهرة لمفوضة ممثلي الفدائيين الرئيس يقترح على الكرامي السفر وهو رئيس للحكومة فيرفض لا هون بدأ لفتني شيء جبران وجبران زملات والجميل يجتمعان وهي عروضان وهي من 50 سنة هو الأسماء بس حق جبران بسير ما هيك عشان هيك أنا قلت جبران لأنه كان لازم يدخلوا له اسمه حتى من 50 سنة كان يمكن بعد ما خلق أو خلقان جديد هو وصلنا لهون المطارنة الأرثوذكس يقررون دعم العمل الفدائي في نطاق سيادة لبنان وسلامة أراضيه لجنة المتابعة المشتركة بين الطوائف بوقتها المتروبوليت إليا الصليبة ولجنة المتابعة المشتركة بين الطوائف تبدأ نشاطها بزيارة طرابلس الغد الأربعاء مش كتير بتفرق المطارين الأرثوذكس دعم العمل الفدائي يعني بس ما بتحس قدي في تقريبا تشابه لا انه ماشي باراليل انه بتحس مثل بيصلح الخبر كمان لليوم غير اسماء غير العمل الفدائي حط الثوره ومين عم يدعم كيف عم تنعمل نعم. لا ما هن هيك عم يسموه طرابلس تواجه موجه نزوح من الاحياء المعزوله الى الاقضيه المجاوره القتلى يرتفعون الى 25 وجرحى الى 52 بينهم 12 من قوى الامن مسلحون يهاجمون مخفر مشتى حسن ويواجهون هون بمقاومة عنيفة فاروق المقدم من مخفر الضنية لبنان تحول إلى فندق سياحي ونريده وطنا للأجيال المقبلة كتر خيره والله الحكومة الفرنسية تتابع أحداث لبنان باهتمام وقلق الانفجار لن يحدث بعدما تم التغلب على الأزمة الغارديان على لبنان أن يبحث عن منقذين آخرين غير الأمريكيين وأيضا تهافت على المواد الغذائية وخاصة الحبوب صعوبات النقل مسؤولة عن ارتفاع الأسعار علامة استفهام هذا العنوان يصح اليوم يعني رح نتابع مع الكاريكاتير وبعده بناخد اتصال لقد تبحثت مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الفلسطينية السورية المصرية الليبية الكويتية المتحدة هيك كان عم بقول الله يرحمه الرئيس رشيد كرامي كان رئيس للحكومة بناخد اتصال استسال سليم ومنرجع لك ألو 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 صباح الخير صباح النور كيفك أستاذ عبدو الحمد لله تفضل صباح الخير لك لنتالي لسعيد النايب صباح النور وصراحة صباح الشرف لفخامة الرئيس أكيد أنا كل اللي بدي أقوله بس شغلة صغيرة إذا بنعمل برمي بنشوف مين عم بيسكر الطرقات هلأ ومين يلي عم بيتوسخن على الطرقات نتذكر أنه كل يلي قوسوا عجباه الجيش كل يلي سكروا الطرقات قديما وعملوا مقابر جماعية واللي عملوا بالدولة اللبنانية أصلاً تيعملوا انقلاب هن زيتهم نزلين على طريقة هلا هؤلاء الجماعة هن زيتهم هؤلاء الأشخاص مسيرين من رؤوس أكبر منهم إذا هؤلاء العالم اللي على الطرقات ما معهم خبر في ناس قاعدين بغرفة عمليات عم بتمشيون ومش عارفين حلون لوين وصلين نحن طفح الكائن معنا صراحة ما بقى فينا نتحمل اللي عم بيصير على الطرقات مش مقبول انا زلمه اذا ماري بعربيته وفي شخص مثل هيدا راح يوقفني راح يشوف مني شيء ما بيعجبه لانه انا ما بسمح ولا لحي ولا اي شخص اللي مينك انت واذا بحق لي امره ولا ما بحق لي امره الا العسكري بالجيش اللبناني والقوى الامنيه مين هو سمير جعجع بده يكون عنده 150 عسكري من القوى الامنيه يحموه بالبيت مين بيكون شو مركزه قاتل الجيش قبل يعني بالشوم عليهم يستحوا وينضبوا ويروحوا يتظاهروا بالساحات نحن هذه ثورتنا وهنا نحن بدنا اياه
بس نحن ما بدنا نتبهدل تنقدر نحن نوصل اللقمة عتم الجوعان. هذا اللي عم نشوفه بساحات الشهداء صرنا خيبا ننزل نتعشى بنهر بجلد الديب ونروح نتحلى بالسويق على المعدل. عيب تسخنت كتير يعني. شكرا لاتصالك، يعطيك العافية. هيدي صرخة كمان من القلب استاذ سليم. هون في سؤال بيطرح نفسه، قبل شوي شفنا عنصر من قوى الأمن على منطقة الصيفة شيل الروبان الأصفر ورجع رده طاقة سيارة، هلا عم نشوف كمان عنصر من قوى الأمن واقف حد المحتجين مثل ما عم تشوفوا كمان عم بساعة واقف على الموتوسيكل بقى قاعد على جنب. شو دور قوى الأمن إذا قاعدين هيك على جنب؟ يعني وزيرة الداخلية هل هي هيدي توجيهاتها أنه تبعت عناصر قوى الأمن ويقعدوا على جنب بهذه الطريقة؟ صح، يعني ما بيتصرفوا من عندهم، هني بيكونوا هيك عطينهم تعليمات. امبارح شفناهم يشيلوا المتظاهرين عن الطريق، شو بياخذ هيك بدون اي سبب ينسحبوا لورا يرجعوا يردوهم. اكيد هاي بتجيهم تعليمات، هني مش من راسهم بيكونوا عم يتصرف. نعم، خلينا ناخذ اتصال استاذ سليم. الو، بونجور. بونجور، يعطيك العافيه. ميرسي، الله يعافيك. معك الي بيروتي من ارطبه. يا اهلا وسهلا بالي وكل اهل ارطبه. تسلم تسلم. انا بدي وجه كلمه للصبايا والشباب يلي اليوم عم يتظاهروا، وبدي اقول لهم انه انا كتير مبسوط منهم لانهم كسروا حاجز الخوف واللي كنت انا عم طالب فيه من 30 سنة وما حدا عم بيوقف حدي. اليوم هن عم بيحكوا فيه، لو تأخروا ميوزو تاركو جامي. برافو عليهم، برافو عليهم. بس نحنا بدنا نصلح لبنان، ما بدنا نخربه. مشان هيك بتمنى عليهم ما يقولوا بدنا نسقط النظام. تسقيط النظام بصير فينا مثل سوريا وأضرب. اليوم بدنا مطالب محددة، كل جمعة يطلبوا مطلب. مثلا هاي الجمعة بدنا نقر القوانين بمجلس النيابة، جمعة الجاي بدنا نسكر صندوق الجنوب، جمعة البعدة بدنا نسكر صندوق المهجرين. هيك منصلح بلادنا. وبدي ألفت نظرهم لأنه بعرف أنه في شباب وصبايا كتير أوادم وولاد عيلة نزلوا على الشارع، بس بدي ألفت نظرهم لخطرين. في خطرين على هاي الثورة. أول خطر داخلي، في أحزاب وخاصة القوات اللبنانية بدها تستغل حراك هالشباب والصبايا الأوادم ليحرقوا جبران باسيل كمرشح لرئاسة الجمهورية. هيدا كل هدفهم، لأنه مش معقول افهم أنا كيف بالزوق وبجل الديب بدها تنسب أمه لجبران باسيل. ما حدا بيجيب سيرة السنيورة، ما حدا بيجيب سيرة بري، ما حدا بيجيب سيرة جنبلاط. هاي شغلة مقصودة لأنه للأسف في قوات لبنانية ركبت الموجة لتحقق هدف صغير بايخ، تسكر على جبران باسيل رئاسة الجمهورية. هيدا أول خطر داخلي بتمنى على الشباب والصبايا الأوادم ما يوقعوا فيه. وفي خطر كبير خارجي اليوم واضحة بالمنطقة، أمريكا عم بتصفي حساباتها مع إيران. يعني اليوم هدفها تضرب حزب الله بلبنان، ما فيها تضرب حزب الله بالشارع الشيعي مسكره. اليوم عم تضرب اللي هي بتعتبره حليف حزب الله بالشارع المسيحي، يعني جبران باسيل وميشيل عون. شو هالصدفة؟ شو هالصدفة من بعد ما جبران باسيل قال أنا مش رجل أمريكا وأنا طالع على سوريا لرد اللاجئين، بتنسب أمه بالزوق وبجل الديب. شو هالصدفة؟ انتبهوا يا شباب ويا صبايا يلي فيكم ناس من الجامعات وولاد عيال. أمريكا وعدت الشعب السوري إنها بدها تغير النظام، مات الشعب السوري وبقي بشار الأسد. انتبهوا، اليوم أمريكا بدها تصفي حساباتها مع إيران ومع حزب الله. بتبقى إيران وبتبقى حزب الله، ونحن الشعب اللبناني وخاصة المسيحية بندفع الثمن. انتبهوا، خلوا ثورتكم لبنانية محط، لا يركبها سمير جعجع ولا يركبها السفير الأمريكاني. خلوا مصلحة لبنان قدامكم، وما بعتقد سريعا بس لأنه تعرف قد في ناس ناطرة بدنا نخلص. يلا بس كلمة صغيرة. ما بعتقد في حدا بحب مصلحة لبنان أكثر من بي الكل ميشيل عون
طلعوا لعنده وقولوا له شو بدكم. شكرا لاتصالك. عندنا واتساب بتقول يعطيكم العافيه، انا عندي دكان رحت اليوم كرمال جيب بضاعه، الدولار صار 1700 هيك عم ندفع، صرنا مجبورين نغلي البضاعه. هيدا يعني كمان هون الاسعار تحررت يعني برسم المصارف مقفله. العالم بلا شغل، وبكره كل يوم عم يمرق بده يصفي اصعب من اليوم اللي سبق. نعم. كمان هيدي مسؤوليه، برجع بقول اللي بعدهم متعنتين وما عم يقبلوا الحوار. المنظمه اللي عم ينحكى عليها بكثير على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلاميه المحليه، بعضها مش كلها، عم تحكي عنها يلي عامله قبضه الايد، هيدي شو دوره ثورات بالعالم، واعترفوا انه هنحكي كمان حركه ثوره بلبنان وقريتها. نعم. وشي منطقي، بس انا طالما ما معي بتطلع شو في بين ايدي. نعم. شيء المتاكد منه، لك انا من شو متاكد، اللي بيلاقي هيدي الفكره وبيخليها تكون منطقية. نحن أولاد هيدي الأرض، ونحن كل عمرنا نضالنا كنا نتحرك على الأرض، يعني عندنا خبرة كثير قوية، بنعرف كيف نتحرك الشارع وبنعرف ننظمه. كنا مثلا من الأشياء اللي نعانيها إنه تقلهم، وحتى وقت نكون عم نتحرك لحالنا مثلا التزموا بشغلة معينة، التزموا بالعالم اللبناني، يصير خروقات ما نقدر نضبطها. لا، لأنه نحن منظمين مش إنه برا تنظيم. كنا نعاني كثير لنجيب التمويل، تمويل أضعف بكثير من هيك، تمويل كثير بدائي يعني وبسيط. لايك اليوم الإمكانيات الموضوعة بتصرفهم، بتشتي الدنيا، بتلاقي شمسيات محضرة بالكاميونات، مش إنه مثلا واحد راح لقوط هون وهون وهون على بغتة، محضر منظم. بتلاقي امبرميابل صار دغري بمتناول الكل، بتلاقي الشاحن للخليوي، بتلاقي الحمامات اللي نزلوا، بتلاقي البوديوم دغري ركب، الأجهزة الصوت، امكانياته مش عيام، كل يوم كل يوم كل يوم. فنانين هلا عم بيقدموا هيدا، وبعدين غناني ولا لا؟ هيدا التحضير. نحن كلنا ما بنخوض انتخابات، بنعمل حملة، بنشوف نقعد جمعة وجمعتين وثلاثة لنحضر كليب او غنيه او كله محضر يعني، وكله بروفيشنال، اداء او مسرح وصوت، كل شيء كل شيء. ومثل ما قال فنانين ممثلين، هيدي ورشه بامها وابوها كنا بس بدنا نعملها لنهار واحد تاخذ لها شهور، تاخذ وتكلف. بقى هذا اللي بخليك تقولي لا، مش تحرك هو طبيعي التحرك، بس مين اللي داخل وراه؟ لا، شيء محضر. وشو الهدف من وراه؟ الأهداف، يعني الأهداف يكون وجع الناس ترامبلان لنوصل لأهداف تدمير يعني. بس برجع بقول أنا ليه ما بشدد على هيدي النقاط، مع أنه بقولها لألفت النظر، بس ما بشدد لأنه نحن عم نقولها مش لنقولهم غيروا رأيكم ونصول المطالب. لا، خوفنا، وعم بحكي عن بصدق، خوفي تضيع هيدي المطالب، خوفي الشيء اللي تحقق نرجع نضيعه. طب تم استباقه عن جد؟ هون في سؤال دايما بيخطر على بالنا، ب 13/20 قال الوزير جبران باسيل انه لرئيس الجمهورية خبط على الطاولة ونحن بنقلبه، وعطى مهلة ل 31 الشهر، هل تم استباق هالخطوة؟ صحيح. وعن جد خلينا نقولها بكل صراحة، لو لم يتجاوب الجميع مع الإصلاحات اللي عم بينادي فيها رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، كان التيار الوطني الحر أول من نزل على الشارع، فتم استباق هالخطوة لنشوف هالمنظر اليوم. أنا بأيدك، وبضيف استباق مش بس كلام الوزير باسيل ب 13/20، كلام فخامة الرئيس بالأمم المتحدة، كلام الوزير باسيل كوزير للخارجية بالقمة العربية، بالجامعة العربية، اجتماع وزراء الخارجية، اجتماع وزراء الخارجية، وبرجع كلمته، بحسوا أنه إذا راح بهالاتجاه. وبالمناسبة وين بأكد لك أنا هيدا الشيء، اليوم قداش حكيوا بأمور حتى صغيرة، طب موضوع بأهمية موضوع النزوح، سمعتي عم بيطالبوا فيه؟ ابدا، بالعكس، وهيدا اذا بالعكس قالوا باسيل برا والناس فين جوا، يعني هاي اضرب، المنادات اخطر، هاي اضرب. اضرب، بس انا حتى لانه هاي بتنصلوا منها، ايه ولا ونحن وحدا منا، مع انه كلهم يعني كلهم معناتها كلهم، صح، اذا بدنا نقول لهم على مبدا كلهم يعني كلهم، فينا نقول كلهم قالوا هيك،
بس برجع بقول لك ما حدا، وهيدا الموضوع ليش عم بحكي فيه؟ نعم. لأنه اليوم تأثيره على الاقتصاد كتير كبير، قد ما بدك تعالجي إذا ضل ملف النزوح عم ياكل الاقتصاد. نعم. في عنا المحتجون أغلقوا مبنى بلديتي طرابلس والمينا ومصلحة مياه لبنان الشمالي، مبنى المالية ودائرة التربية في منطقة طرابلس كمان. هاي ثورة. وهلأ رينج على الرينج، جسر الرينج يبدو في إشكال في المنطقة. لا مش الرينج. لا من تحت هي مش الرينج. هيدا ما بعرف مبنى. لا هي بطرابلس يمكن. لا هيدا. هي وين الصورة بس شباب لنكون دقيقين، لأنه مش جسر الرينج. بلا جسر الرينج. من هيدا. أي جهة؟ جسر الرينج بجهة الأشرفية. أوكي. جسر الرينج. معنا حدا من الزملاء؟ نعم. فإذا بس نعم. يبدو في ركن سيارات بالعرض لأقفال الطريق. نعم هاي المبنى جديد. صحيح. نعم. يعني قطع أوصال العاصمة وعدم الوصول لها من كافة المناطق، وحتى قبل على بوابة الشمالية أكتر شيء، أكتر شيء قطع على البوابة الشمالية. خلوني حاولوا إذا بعد عندهم أمل بشيء، لأنه ما رح تخلص إلا هيك. نعم. خلينا نأخذ زميلتنا لارا الهشم الموجودة بمنطقة الرينج. صباح الخير لارا، تفضلي. هلا جاي من اللي بعشق حضار، لانه جوا ما في حضار. تعشوف على ما يبدو عبدو انه في اشكال بين احد المواطنين اللي كان عم بيحاول يمرق من اللي بعشق، لانه جوا ما حد فيه، لانه جوا ما بقى فيه. استحملنا كثير ونحن معكم، ونفس الدرايه اللي عم تدفعوها عم تدفعها، بس كافة انتهي. انت معارض لقطع الطريق؟ انا مع اللي عم يعملوه، بس مش قطع طريق. في مستشفيات، في مدارس، في مدارس، في مدارس. تعال مرق لي واحد امبولانس على المستشفى، اذا ما بده ربع ساعه كان بده دقيقتين. اذا انا على الطريق مين بيتحمل مسؤوليته؟ الطريق مفتوحه اكثر من قبل. سوري مين؟ ما انت لا تفتح له الطريق عم متاخر. الامبولانس قبل ما توصل لعنا مفتوحه، تفتح له الطريق عم متاخره. حبيبي مفتوح الطريق قبل ما يوصل لهون، عم تكون مفتوح الطريق ولك الطريق كيف فاضي. طيب. حبيبي ماشي الامبولانس بدل ما يوصل بعشر دقايق وربع ساعه بيوصل بخمس دقايق. بسيطة 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 بسيطة. عساك سؤال انت بكل العالم. ايه تفضل. انت وين ساكن؟ مكانيش المزرعة. ليش ما بتتك؟ بتروح بتسكر هونيك؟ بتسكر مكانيش المزرعة حبيبي. هلا بعد لي جاي مفتوحة. والله؟ هلا بعد لي جاي. هلا بالنص ساعة كنت بتسكر هونيك. مفتوحة. طيب نحن الطريق. نحن على المنطقة هون. طيب وهيدا شارعنا. وهيدا الشارع على قلنا. روح سكر قدام بيتك. إذا بيك بيك. ما بينزل بتاع الكف قدام كل العالم. كون ما بفهم شيء. بيي مسكر مع الطريق، وبيي هلا واقف على كرسي المزرعة مسكر. هلا مسكر. ما في زلمة. بيي شيخ بدار الفتوى مسكر الطريق. يعني طايفية. لا مني طايفية. شيخ عبل لك شيخ. عبل لك شيخ مش سياسي. وبعدين شو اسمه شارع هون وشارع هونيك. برافو عليك برافو. انا ابن سور جاي لهون. شو قلت الطريق لمين؟ بطل في مناطق، بطل في هي منطقتك، روح سكر منطقتك. كلنا اولاد لبنان وين في اشغال. هاي دوره اقتصاديه بدها تتعطل. هاي دوره اقتصاديه. لحظه شوي. انت مش عم تقول طريق للكل؟ مش طريق للكل؟ مرقني يا خي الطريق للكل. مرقني مرقني. طيب مش للكل مرقني. نعم. مثل ما قالكم حق التظاهر، قلنا حق المرور. مثل ما الجيش عم يحميكم لانه عم تتظاهروا، المفروض يحمي حق المرور. ولا واحد لما تسكر على الغني بتطلع الصرخه، لما تسكر على الفريق الصرخه بتطلع عليك. لكن هون لك الامبولانس لك على الان. تفضل ولا تزعق تمرق. مين؟ ايه استكنوا. هلا هيك كيف 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 واللي بعتك كيف كيف تقول له لارا بعدك معنا؟ Oh!
نحن بعدنا متابعين هيدا المشكل اللي عم بيصير حق مواطن وصرخة مواطن انه بده يقطع الطريق. نحن بدنا نقول لك شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك استاذ سليم.